بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي المهندسين والمهندسات، يا رب كده تكونوا كلكم كويسين وبخير. النهاردة إن شاء الله هناخد درس جديد في الجيومتري، هنبتدي بقى نرجع جيومتري تاني، هناخد السلوب اوف ستريت لاين. طبعا حضرتك عندك فكرة شوية عن السلوب اوف ستريت لاين لأنك أخدت درس بنفس العنوان ده في تانية إعدادي. واحد يقول لها يا مستر أنا مش فاكر، ده اتلغى. لا يا حبيبي، ده كان إيه الترم الأول عليك، فيعني إيه الحجة دي مش عندك. ماشي، انت ناسي بقى، دي مشكلتك، بس ما تقلقش ما تقلقش خالص، هفكرك بيه خالص. هنبتدي من البدايه خالص. ايه موضوع السلوب ده يا مستر، ويعني ايه سلوب اصلا؟ بص يا ابني، السلوب معناه حاجه بتقيس الستيبنس اوف ذا لاين. يعني ايه ستيبنس؟ يعني الميل، بيقيس الخط بتاعي مايل قد ايه. ماشي يا مستر، يعني ايه؟ يعني مثلا لو عندك نقطتين، النقطتين دول انا عشان اجيب سلوب محتاج نقطتين، وليكن مثلا نقطه هنا ونقطة هنا، الخط اللي بيوصل ما بينهم مايل بطريقة معينة، مايل كده. طب افرض يا مستر النقطتين دول كان أماكنهم مختلفة، يعني مثلا نقطة هنا والنقطة التانية مكانها هنا، بص الخط بقى عامل ازاي؟ بقى مايل ميل مختلف. الناس بقى مسكت الميل ده اديته رقم، تمام كده؟ ده معنى السلوب. يبقى السلوب بيجيب لك الخط بتاعك مايل بقد ايه. ماشي يا مستر. السلوب زمان في تانية إعدادي أخدنا له قانون واحد. كنا بنحسب السلوب إزاي؟ كنا بنديله السيمبل M. يقول لحضرتك لو عندك 2 بوينتس، بوينت اسمها 2.3 مثلا، وبوينت تانية اسمها 4.5، عايز أعرف السلوب. كان زمان نقول للطالب إيه؟ نقول له بص يا ابني، هتعمل y2 minus y1 over x2 minus x1. يعني إيه يا مستر؟ يعني هعمل الواي التانية ماينس الواي الأولى. فين الواي التانية يا مستر؟ أهي الفايف، هعمل فايف ماينس ثري، أهو فايف ماينس ثري، الواي ماينس الواي أوفر الإكس التانية ماينس الإكس الأولى أوفر فور ماينس تو. حضرتك تحسب لي الكلام ده كده، فايف ماينس ثري بتو، وفور ماينس تو هي كمان بتو، يطلع السلوب بكام؟ تو أوفر تو بوان. يبقى عرفنا ازاي يا اولاد بنحسب الاسلوب. الاسلوب هو القانون ده، y2 minus y1 over x2 minus x1. ماشي يا مستر. يجي واحد يقول لي ايه؟ يقول لي معلش يا مستر، انا برضو عايز افهم هو يعني ايه اسلوب. وللاسف مدرسين كتير ما بيقولوش للطلبه هو يعني ايه الاسلوب اصلا. بص معايا كده، جماعه بتوع الامريكان والاي جي بيدوا ديفينيشن جميل جدا للاسلوب. بيقول لحضرتك السلوب ده، السلوب عبارة عن حاجة اسمها، وده بره الموضوع عندنا يا ولاد، يعني ده مش في المنهج بقى، عبارة عن حاجة اسمها رايز اوفر ران. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا جيت احسب السلوب، طلع معايا السلوب بتاعي بتو على 3، معناها ايه؟ عارف معنى الكلام ده ايه؟ بص معناها ايه يا سيدي، رايز يعني اطلع، اطلع 2، بص اطلع 2، اطلع كده لو مثلا متقسمه 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا، بيقول لك اطلع 2 وخش يمين 3 ورن ورن 3، 1 2 3 4 5 6 مثلا يعني، فيقول لك رايز اطلع 2 وخش 3 ناحيه اليمين، حط نقطه، بعدين اطلع 2 وخش 3، اطلع 2 وخش 3، يديك ميل الخط ده. يعني معنى كلمة 2 over 3 لما السلوب يطلع لي 2 over 3 معناه أطلع 2 وأخش للجنب 3، أطلع 2 وأخش للجنب 3، أطلع 2 وأخش للجنب 3. وده ديفينيشن جميل جدا بيوضح للطالب يعني إيه سلوب أصلا. طب بص كده، لو أنا قلت لك السلوب، والكلام ده مش عليك في المنهج، لو أنا قلت لك إن السلوب عندك مثلا مثلا وليكن بهاف، معناه إيه؟ رايز أوفر ران، اطلع 1 وخش يمين 2، 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 يديك ميل الخط ده. فهمت كده الموضوع عباره عن ايه؟ ده فكره السلوب يا شباب. السلوب معناه كده. طب واحد يقول لي يعني ايه يا مستر ساعات السلوب ده كان زمان كده، واحنا هنقول الكلام ده بالتفصيل، ساعات يطلع لي بالنيجاتيف. يعني ايه يطلع لي سلوب بالنيجاتيف؟ مثلا اهو، مثلا طلع لي السلوب بنيجاتيف 2 على 3، معناها ايه؟ بص بقى، بدل ما كنت بطلع 2 انزل 2 يا اخوي، اهو انزل 2، بص بقى هنزل 2 وامشي بوزيتيف 3 يمين ناحيه 3، انزل 2 وامشي يمين ناحيه 3، انزل 2 وامشي يمين ناحيه 3، بص يديك خط مايل ازاي؟ مايل كده.
عشان كده كان زمان يقول للطالب لما السلوب يبقى بالنيجاتيف يبقى نازل، لما السلوب بالبوزيتيف يبقى طالع. وانت طبعا كان المستر بيقول لك كده وانت مش فاهم ليه، وللاسف مدرسين كتير ما بيقولوش للطلبه هو معناه ايه اصلا، يعني ايه سلوب، هو معناه الكلام ده. الديفينيشن ده جميل جدا، رايز اوفر ران، معنى السلوب بطلع كذا وامشي كذا، اطلع كذا وامشي كذا. ديفينيشن جميل جدا. طيب تعالى بقى اما نخش في صلب المنهج بتاعنا. الاسلوب ده يا ولاد ممكن يبقى حاجه من اربعه، اهو ده بقى صميم منهجنا. انت اخدت الكلام ده في تاني اعدادي وانا براجع لك عليه. بص يا سيدي، الاسلوب حاجه من اربعه. كان زمان كده نقول للطالب كده، نقول له ممكن الاسلوب ده يبقى بوزيتيف، وفي الحاله ان الاسلوب يبقى بوزيتيف يبقى الخط بتاعي طالع، واحنا قلنا بطلع وامشي بطلع وامشي، الاسلوب بوزيتيف. او الاسلوب يبقى بالنيجاتيف لو الخط نازل، او لو الخط بارلل للاكس اكسس يبقى السلوب بكام؟ بزيرو. او الخط يبقى بارلل للواي اكسس، وساعتها كنا بنقول السلوب ايه؟ undefined. طب تعالى بقى نكتب الكلام ده، يبقى لو الخط طالع السلوب بتاعه ايه؟ positive. لو الخط نازل السلوب بتاعه negative. لو الخط لا طالع ولا نازل بارلل للاكس اكسس السلوب هنا ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. طب يا مستر لو الخط بتاعي parallel للواي اكسس خط بالطول كده، يبقى السلوب بتاعه ماله؟ السلوب بتاعه undefined. الناس بقى الايه اللي هي بقى اللي عندها حته كده يقول لي طب ما عادي يعني ما هو نازل اهو. بص يا حبيبي هقول لك على اكزامبل، ده حاجه كده بيني وبينك، عمر ان شاء الله ما هتتلخبط في الموضوع بعد القصه دي. عندنا راجل عظيم اسمه مستر عمر، اهو ادي مستر عمر، اهو مستر عمر واقف هنا. مستر عمر ده عنده مرض، ما بيعرفش غير يمشي ناحية اليمين، بعد الشر عليكم كلكم كده، ما عندوش غير الاتجاه ده، راجل محترم بيمشي من ناحية اليمين بس. لو مستر عمر مشي ناحية اليمين هيطلع ولا هينزل؟ بيمشي على الخط يا حبيبي، على الخط الأحمر ده. لو مستر عمر مشي على اليمين هيطلع ولا هينزل؟ يطلع، يبقى السلوب بوزيتيف. بعدين آدي مستر عمر، هنبهدل مستر عمر معانا أهو، أهو. مستر عمر عنده نفس المرض، ما بيعرفش غير يمشي ناحية اليمين. لو مشي ناحية اليمين مستر عمر هيحصل إيه؟ هينزل. واحد يقول لي طب ما افرض مستر عمر واقف هنا، ما هو برضه حبيبي عنده نفس المرض بيمشي يمين، هينزل، يبقى السلوب بتاعي ايه؟ نيجاتيف. طب مستر عمر واقف هنا بيمشي ناحيه اليمين هيطلع ولا هينزل؟ لا، يبقى السلوب بزيرو. طب يجي هنا بقى مستر عمر يجي يمشي هيقع، ما نعرفش مين هذا، البص ايديك اتكسرت خالص، طب بعد الشر عليا، طبعا بعد الشر عليا، ماشي، يجي ايه؟ يجي يقع كده ويتكسر خالص كده، يبقى السلوب بتاعه ايه؟ undefined، مش عارفين من هذا الشخص. تمام يا شباب، دي كده كان حاجة نقولها للطلبة في تانية إعدادي وهم صغيرين. تمام يا شباب، عرفنا الكلام ده، يبقى الأسلوب بتاعي بوزيتيف، إمتى بوزيتيف؟ لو طالع. الأسلوب بتاعي نيجاتيف، إمتى نيجاتيف؟ لو نازل. لو ولا طالع ولا نازل الأسلوب بزيرو. بارلل للإكس أكسس، يقول لك إف ذا سلوب أوف أ لاين بارلل للإكس أكسس، تقول له على طول بكام؟ زيرو. ذا سلوب أوف أني ستريت لاين بارلل تو ذا واي أكسس أندفايند. ماشي يا شباب؟ حاجة كمان بقى، ركز معايا. ساعات يقول لحضرتك ايه؟ شايف الانجل دي؟ يقول لحضرتك لو عندي الخط بتاعي makes an acute angle with the positive direction of the x-axis، مع الاتجاه البوزيتيف بتاع الاكس-اكسس، شكل الانجل دي ايه؟ acute angle. يقول لك then the slope is positive ولا negative ولا zero ولا undefined. لو بيعمل انجل acute مع الناحية البوزيتيف دايركشن من الاكس-اكسس، ولازم احدد البوزيتيف دايركشن اوف x-axis، ساعتها اقول له ايه؟ لو بيعمل اكيوت انجل يبقى السلوب بوزيتيف. طب هنا ادي البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، اهو الاتجاه البوزيتيف من الاكس اكسس اهو. اشمعنى يا مستر الاتجاه البوزيتيف؟ هو الناس اتفقوا على كده. لو بيعمل انجل، بص الخط بتاعي بيعمل انجل ايه؟ شكلها ايه دي؟ اوبتيوس انجل. لو بيعمل انجل اوبتيوس يبقى نيجاتيف. طب هنا يا مستر بيعمل انجل ايه مع الاكس اكس؟ تقول لي ده هو على ده بارلل ليه، ده مفيش انجل، الانجل بصفر صح؟ الانجل مفيش انجل، الانجل بزيرو. يبقى ساعتها السلوب بزيرو. طب هنا مستر بيعمل انجل ايه مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس؟ ده بيربنديكولار على الاكس اكسس. تقول لي يبقى مستر السلوب undefined. ماشي يا شباب، فهمنا كده الموضوع عباره عن ايه؟ الحته دي مهمه، الكلام ده مهم. طيب ده كده كان اول جزء عندنا. يبقى احنا لحد دلوقتي اخدنا انواع السلوب، ممكن يبقى يا بوزيتيف يا نيجاتيف يا بزيرو يا اندفايند، واخدنا الرول بتاع السلوب، اول رول من السلوب، كل ده كلام تاني اعدادي. بحسب السلوب y2 - y1 over x2 - x1. ماشي،
تمام يا مستر، عرفنا الكلام ده، بتديني نقطتين، شوية تريكس بس هنا صغيرة كده، بيديني نقطتين، يقول لي 2 و 3 مثلا ونيجاتيف 2 و 5، ويقول لي احسب السلوب. ركز بقى معايا كده، الرول بيقول ايه؟ الواي التانية ماينس الواي الأولى، صح؟ واحد يجي يقول لي، يقول لي يا مستر هو لازم أعمل أبتدي بالواي دي؟ افرض أنا بدلت النقط، يعني كتبت النيجاتيف 2 وال5 هنا الأول، يعني ما أنا أنا حر يعني أكتب النقطة دي الأول وأكتب ال 2 وال3 هنا، ساعتها أعمل 3 ماينس 5؟ مش هتفرق، بس أهم حاجة انت بتعمل فوق y ماينس y، انهي y ماينس الواي؟ مش هتفرق يعني. بص اعمل 5 ماينس 3 ما عنديش مشكله، بس غصب عنك، غصب عنك لما تيجي تعمل x ماينس x، مش انت ابتديت بال 5؟ لازم تبتدي بالنيجاتيف 2، نيجاتيف 2 ماينس 2. يعني انا بعمل اي y ماينس اي y، بس اللي ابتديت بيه هنا ببتدي فيه بالتاني. تعالى كده نعمل نتأكد كده، اهو 5 ماينس 3 بكام؟ ب 2 اوفر نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4، يعني السلوب 2 اوفر نيجاتيف 4 نيجاتيف هاف. طب تعالى كده اهو، انا بص انا هنا عملت ايه؟ عملت 5 ماينس 3 اوفر نيجاتيف 2 ماينس 2. طب تعالى نعملها العكس، لو كنت عملت العكس بص كده، هل هيطلع الإجابة نيجاتيف هاف؟ اهو المرة دي هعمل 3، انا بعمل الواي ماينس الواي الاول يا شباب، في كل لازم اعمل واي ماينس الواي، الوايات فوق والاكسات تحت، وايات فوق اكسات تحت، يبقى هعمل 3 ماينس 5 اوفر 2 ماينس نيجاتيف 2، ماينس ماينس يعني بلس، 3 ماينس 2 بكام؟ نيجاتيف 2 على 4، نيجاتيف 2 على 4 بكام؟ بنيجاتيف هاف. نفس الحاجة ولا لا؟ نفس الحاجة يا مستر. يبقى لو انا ابتديت من 3 ماينس 5 غصب عني اعمل 2 ماينس نيجاتيف 2، مش تيجي تعمل لي مرة 3 ماينس 5 وهنا بقى نيجاتيف 2 ماينس، لا ده احنا كده بنهرج. ماشي يا شباب، ده كده يعتبر اول حاجة عندنا في الاسلوب. طيب ده كلام لحد دلوقتي، كلام تاني اعدادي. ايه الجديد بقى يا مستر؟ ركز بقى معايا، الجديد يا ولاد ان في رول تاني للاسلوب بيقول لي ان الام عبارة عن تان الثيتا. ايه الثيتا دي يا مستر؟ ثيتا ده جريك لتر، حاجه كده زي الالفا والبيتا والجاما والميو والابسلون والحاجات دي. طب يا مستر ايه يعني؟ سيمبل، سيمبل من ضمن السيمبلز. اهم حاجه اللي يهمني فين الثيتا دي؟ الثيتا دي احفظها كده بقى معايا، از دي انجل، الثيتا دي هي الانجل بتوين ذا ستريت لاين، ما بين الستريت لاين بتاعي اللي انا بجيب له الاسلوب، and the positive direction of the x-axis، والاتجاه ال positive direction of ال x-axis. يعني ايه يا مستر؟ يعني بص كده معايا يا سيدي، ادي ال y-axis اهو، وال x-axis دي plane بتاعتي، والخط بتاعي اهو، اهو بص كده الخط بتاعي جاي عامل كده اهو. فين الثيتا هنا؟ الثيتا هي اللي ما بين الخط وما بين الاتجاه البوزيتيف مع الاكس اكسس، يعني دي الثيتا، دي الانجل. لو انا جبت تان الانجل دي يديني السلوب. هتقول لي ايه ده؟ طب ودي جت منين؟ ما انا برضو عايز افهم. اقول لك يا سيدي، مع انها مش عليك الاثبات بتاعها، بس هقول لك وانت هتحب الاثبات ده جدا. بص بقى معايا كده، ادي الخط بتاعي اهو، اهو اي خط عامل كده، تعال ناخد نقطتين عليه، اي نقطتين وليكن، طبعا الكلام ده مش عليك يعني، بس انا بقوله، وليكن نقطة هنا، النقطة دي انا مشيت اكس وطلعت واي، فهسميها اكس 1 كوما واي 1، صح ولا لا؟ وهاخد نقطة تاني هنا، هسمي النقطة دي اكس 2 واي 2، صح؟ مشيت اكس 2 وطلعت واي 2. اسأل سؤال كده، هقفل رايت انجل ترينجل اهو، اهو هقفل رايت انجل ترينجل، تقول لي يا مستر هو مش السلوب بعمل، المفروض انا بعمل ايه؟ الطول ده اسمه ايه؟ y2 ماينس y1، صح؟ مش انا عشان اجيب السلوب كنت بعمل y2 ماينس y1؟ على فكره الطول ده، الطول ده كده اسمه y2 ماينس y1. ليه؟ عملت الواي الثانيه ماينس الواي الاولى. اه عشان يديني الطول ده، الطول اللي هنا ده يا شباب اهو، اهو ده كده، الطول ده كده اللي انا عامله لك بالاخضر ده، ده اسمه y2 ماينس y1. ليه يا مستر؟ مثلا يا سيدي انا مشيت حاجه وطلعت y2، مشيت حاجه وطلعت y1، يبقى المكان ده y2 ماينس y1. اه طب بص كده اللي الطول التاني ده بقى اللي بالعرض ده، عارف ده ايه؟ ده x2 ماينس x1. اه همشي لحد ال x2 وامشي هنا لحد ال x1 واعملهم ماينس، يبقى الطول ده x2 ماينس x1. اه لو انا عملت ده y2 ماينس y1 اوفر x2 ماينس x1 يديك ايه؟ تاني الانجل دي بايه؟ تاني الثيتا y2 ماينس y1 اوفر x2 ماينس x1. اه ما هو ده رايت انجل تراينجل، فاكر اوبوزيت على الادجيسنت. اه يعني تاني الثيتا يديني ايه يا مستر؟ y2 ماينس y1
over x2 minus x1، وهي هي الثيتا، هي هي الثيتا اهي، ما هو حرف اف. فعشان كده يبقى دايما نقول للطالب السلوب هو هو تان الثيتا. واحد يقول لي طب انا يا مستر هستخدم انهي رول؟ هتستخدم الاثنين يا حبيبي. ازاي؟ افرض قال لك ان اللاين بتاعي عامل انجل 30 with the positive direction of the x axis، find the slope. هتيجي انت تعمل لي y2 minus y1 over x2، يا عم فين الواي؟ تعمل تاني الثيتا واخلص، انت هتوجع لي دماغي، تاني الانجل اللي مديها لك. بس كده عرفنا كده ايه الجديد. يبقى الجديد يا شباب ان انا لو عندي انجل هات لها التان بتاعها، هو ده السلوب. شكرا، ادي اول حاجه جديده. نيجي لتاني حاجه جديده، ركز بقى معايا. ذا ريليشن، العلاقه between، ذا ريليشن between البارلل اند perpendicular lines. بص بقى معايا كده، لو انا عندي خطين اتنين بارلل لبعض يحصل ايه؟ اهو خطين اتنين بارلل لبعض بالظبط. هو يعني ايه اساسا؟ يعني ايه يا مستر سلوب؟ يعني مايل. اهو الخط ده لو مايل ب2 يبقى ده مايل ب2، ما هو ليهم نفس الميل. يبقى لو انا عندي تو لاينز L1 و L2، لو السلوب هنا، لو التو بارلل لاينز اف L1 يتكتب كده اهو، اف L1 بارلل تو L2، لو الخطين بارلل استنتج من كده ايه؟ زير 4 M1 ايكوال M2. لو السلوب بتاع ده يجي يقول لحضرتك if L1 is parallel to L2 and the slope of L1 is 3 over 5 then the slope of L2 equal ايه؟ 3 over 5، يعني هيكون ايه؟ ده قد ده. دي أول حاجة. ماشي. نيجي لتاني نقطة. if L1 بقى is perpendicular to L2، لو الخطين perpendicular، لو عندي المرة دي بقى two perpendicular lines، بص كده خطين عاملين كده. المرة دي بقى معنى ان هما perpendicular يعني عاملين angle 90. بص بقى معايا كده يا بطل، ده اسمه L1 وده اسمه L2. الرول بيقول لحضرتك ايه؟ وده رول بقى. بص بقى تقول لي ايه؟ تقول لي زير 4 M1 times M2 الكلام ده equal negative 1، السلوب بتاع اول رقم تايمز السلوب بتاع تاني رقم بنيجاتيف 1. الكلام ده مهم؟ مهم جدا. طب يا مستر يعني ايه؟ اقول لحضرتك ادينا اكزامبل كده. بص معايا، يجي يقول لحضرتك ايه؟ اف L1، انا على فكره خلصت كده خلاص، انا هبتدي حل في المسائل. اف L1 perpendicular to L2 and M1 is the slope of L1 كوما والM1 بتو على 3، find the slope of L2 اللي هو اسمه M2. طيب تقول لي ماشي يا مستر، وخلي بالك اقول لك بقى على طريقه دلوقتي مهمه جدا، الكلام اللي انا اقوله ده في غايه الاهميه. مش هما perpendicular؟ تقول لي يعني M1 times M2 equal negative 1. ايه السلوب بتاع اول لاين؟ 2 على 3 times كام؟ يديني negative 1. تقول لي خلاص يا مستر هعمل negative 1 over 2 على 3. يطلع بص الام 2 بكام؟ هيطلع بنيجاتيف 3 على 2. خلي بالك بقى من حاجه، تقول لي ايه ده يا مستر؟ الام 1 بتو على 3، الام 2 طالما هما بيربنديكولار طلع بايه؟ بص شقلبته وغيرت العلامه. هو الكلام ده انا ممكن اعمله كده؟ وده اللي انا عايزك تعمله. دايما لما يديك التو بيربنديكولار لاينز ويديك السلوب بتاع واحد منهم، عايز تجيب السلوب الثاني وهما بيربنديكولار، شقلب واقلب العلامه، شقلب واقلب. يعني ايه يا مستر؟ يعني لما اجي اقول لحضرتك عندي اتنين perpendicular lines، واحد منهم السلوب بتاعه 2 على 3، يبقى السلوب بتاع الخط ال perpendicular عليه على كام؟ نيجاتيف 3 على 2، شقلبته وعكست العلامه. طب بص هنا، لو السلوب 2 على 1 يبقى السلوب بتاع تاني واحد كام؟ شقلب واقلب العلامه، يعني 1 على 2 واحط له نيجاتيف. طالما اتنين perpendicular، ولا بقى اقول له M1 times M2 equal negative 1، هي كده كده جايه منها، بس على طول اعمل كده. طب لو انا قلت لك عندي خط السلوب بتاعه ب 5 على 6، البربنديكولار اللي عليه السلوب بتاعه بكام؟ شقلب واعكس العلامه، نيجاتيف 6 على 5. طب لو عندي خط نيجاتيف 4 على 7، ايه السلوب بتاع الخط اللي بربنديكولار عليه؟ هشقلبه واعكس العلامه، يعني 7 على 4 واحط له هو فيه نيجاتيف، اشيل انا النيجاتيف خليته بوزيتيف، يبقى بشقلب واقلب العلامه، شقلب واقلب العلامه. تمام كده يا شباب؟ ده كده اللي انا بعمله في موضوع لو كانوا بيربنديكولار. يبقى الخص تاني كل حاجه، عندك خطين اتنين بارلل، لو خطين اتنين بارلل يبقى M1 equal M2. تمام، عندك خطين بيربنديكولار
يعني ايه يعني الانجل ما بينهم ب 90. الرول بيقول M1 تايمز M2 ايكوال نيجاتيف 1، ما بنشتغلش بالرول. قلت لو واحد منهم بتو على 3 يبقى التاني بكام؟ شقلب واعكس العلامة نيجاتيف 3 على 2. ادي الموضوع بمنتهى البساطة. تمام يا شباب، ده كده شرح الدرس. تعالى بقى بسرعة كده اما نبتدي نحل بقى على الكلام ده، ماشي؟ طيب تعالى بقى معايا كده بسرعة. على فكرة انا عندي بالمناسبة يا شباب الكتاب اللي عندي اول صفحتين فيه للأسف مش موجودين عندي، اللي هم الجزء اللي هي مسائل اللي تشوز شوية تشوز وكمبليت كده في الاول. فانا مبتدي من اول كويستشن 3. طب بالنسبة للجزء الاولاني ده انا والله هو للأسف مش مصوره، ولكن حاولت اجيب ومش عندي، يعني حاولت اجيب اسئلة كومبليت او تشوز اللي لقيتها عندي. انا عارف ان هو كان جزء تشوز اللي لقيتها عندي وهحلها معاكم، وانتوا بقى ونصيبكم اكيد هتلاقوا جزء كبير منها موجود، ماشي كده؟ فبعتذر معلش والله، يعني دي انا بس يعني في صفحتين كده كانوا لازقين في بعض فما لحقتش اصورهم مع بعض، ماشي؟ طيب تعالى كده اما نبتدي بقى واحده واحده. ماشي يا مستر، بيقول لي ايه في question 3؟ write under each figure the slope of the straight line. تقول لي ماشي، بص بقى معايا كده، اول خط ايه السلوب بتاعه؟ تقول لي يا مستر ادي الخط اهو ال ال بتاعي اهو. تقول لي الانجل مديهاني بكام؟ ب 30. خلي بالك الانجل دي احنا قلنا لازم تبقى الانجل ما بين الخط وما بين البوزيتيف دايركشن اوف ذا اكس اكسس. هل الانجل دي ما بين الخط والناحيه البوزيتيف بتاع الاكس اكسس؟ اهي 30. يبقى عشان اجيب السلوب اعمل ايه؟ تان 30. شكرا خلصت المساله. تان 30 بكام؟ 1 على روت 3 او روت 3 على 3. اللي يكتب كده او يكتب كده صح، يعني عايز تكتب لي روت 3 على 3 او 1 على روت 3 صح. بس كده يا مستر؟ يا ابني والله بس كده. طب بص اللي بعده اهو، ادي الخط بتاعي. تقول لي يا مستر هي المفروض بعمل تاني سيتا، انهي سيتا؟ قلت مع اللاين والبوزيتيف دايركشن اوف ذا اكس اكس. فين الاتجاه البوزيتيف بتاع الاكس اكس؟ ده. يعني الانجل مش هي اللي هو مديهاني دي، دي الانجل. بص بقى الانجل فين؟ هي دي. طب وده انا اجيبها ازاي؟ مش دي كلها ب 180 يا اخويا؟ هعمل 180 ماينس 30 تطلع 150. اقوم عامل تان 150. ايه ده يا مستر ده انا ما خدتهاش دي؟ يا عم اعملها على الكالكوليتر، تمسك كده الكالكوليتر بتاعت حضرتك وتقوم عامل لي ايه تان 150. اسال سؤال بس، متوقع الرقم يطلع لي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ هو ده شكل السلوب ده، نازل ولا طالع؟ ها الراجل اللي بيمشي يمين هينزل، انا متاكد انه هيطلع لي رقم بالنيجاتيف. لو طلع رقم بوزيتيف ابقى غلطان، ما هو لازم يطلع كده تان 150 اهو. بعدين بقى لازم الكالكوليتر اهو، ماشي اشتغلي بقى اشتغلي، ما تكسفنيش قدام الطلبه، ماشي تان 150 اهو، ونقوم قافلين البراكت. يطلع ايكوال كام؟ نيجاتيف روت 3 على 3. تمام يا مستر، يبقى ايكوال نيجاتيف روت 3 على 3. نيجي اللي بعده، فين الانجل يا مستر؟ تقول لي اول حاجه حدد الخط، ادي الخط اهو اهو، بص كده ده الخط بتاعي ال ال. المفروض الانجل ما بين اللاين وما بين البوزيتيف دايركشن اوف ذا اكس اكس، الاتجاه البوزيتيف من الاكس اكس، يعني دي. انا عايز الانجل دي. طب وده اجيبها ازاي؟ تقول لي بص بقى يا سيدي، نمسكها واحده واحده كده. واحد يقول لي ايه؟ يقول لي مش دي 90 واللي فوق 30؟ يبقى لو ده مثلث تبقى الانجل دي كام؟ الصغنطوطه اللي هنا دي. تقول لي 180 ماينس، اعمل 180 ماينس وافتح براكت 90 بلس 30، تطلع الانجل الصغنطوطه اللي هنا دي بكام؟ ب 60 صح؟ يبقى اللي جنبها بكام؟ 180 ماينس 60، تطلع ب 120. يبقى انا هعمل تان 120. والسؤال هنا الخط ده السلوب بتاعه ايه؟ نيجاتيف. يبقى لازم الاجابه تطلع لي نيجاتيف. اكتب كده على الكالكوليتر تان 120. نقوم كده جايين كاتبين تان 120 ونقوم قافلين الكلام ده، يطلع بنيجاتيف روت 3. ماشي يا شباب، اتمنى ان دي كده تكون واضحه لحضراتكم، نيجاتيف روت 3. تمام؟ طيب نيجي اللي بعده، بص كده بيقول لي ايه؟ بص الهبل ده بقى. فايند ذا سلوب اوف ذا ستريت لاين which makes with the positive direction of x axis angle بزيرو. هعمل تاني الزيرو. انجل ب 30 تاني ال 30 واحسبه. انجل ب 45 تاني ال 45، هو ده السلوب بتاعه. انجل ب 57 تاني ال 57، ده التعبيط قوي. تاني ال 60 يعني ما خلاص، يعني خلاص كفايه. تاني ال 90 خلاص كفايه. تاني ال 86 بقى خلاص خلاص يا مستر، خلاص اهو خلاص يا حبيبي. تقعد تكتب لي الكلام ده هنا تاني ال 135، شكرا خلصت يا ابني المساله. بس كده؟ يا ابني بس كده. واحد بقى يقول لي واي 2 ماينس 1، انا بستخدم لو عندي انجل بعمل تاني الانجل، لو عندي يا مستر نقطتين بعمل واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. تمام كده؟ على فكره لما اخد الدرس الجاي هاخد طريقتين كمان لحساب السلوب، يبقى عندك اربع طرق لحد دلوقتي. تمام؟ بس ده لما اخد الليسون الجاي،
لان الليسون ده والليسون الجاي معتمدين على بعض اعتماد رهيب رهيب. انت لو مش فاهم الدرس ده، الدرس التاني بص هتلبس في حيطة، تمام كده؟ هاي بس ان شاء الله ده مش هيحصل يعني، ما تقلقش ان شاء الله تشوف الفيديو كده وتبقى كويس. بص هنا بيقول لي ايه بقى، يوزنج ذا كالكوليتور. طبعا انت بقى اول ما شفت كلمه يوزنج ذا كالكوليتور اتبسطت كده وعينيك بقى برقت كده. فايند ذا ميجر اوف ذا بوزيتيف انجل which the straight line whose slope is m makes with the positive direction of the x axis. اه ده عايز الانجل، يعني كانه بيسالك مش الام ده اللي هو السلوب اللي هو تان السيتا، هو بيقول لك تان انهي انجل اللي ب 0.3، هعمل شيفت تان بس كده بس كده. اه بس كده يا ابني، هعمل شيفت تان لل 0.3 اهو. يبقى انا اقوم مطلع الكالكوليتور بتاعتي كده اهي واقوم عامل شيفت تان اهو. بس ثواني بس اتاكد كده، انا الكالكوليتور بتاعتي اظن معموله راديان صح، والراديان دي ولا ديجري؟ شيفت تان لل 0.3 على ما اظن معموله، لا انا مش شايف كويس، ديجري اه معموله ديجري اهو. وادوس كوما تطلع ب 16 ديجريز 41 مينت 57.28. طب هنا يا مستر هعمل شيفت تان تاني واحده 0.3673 تمام كده، ونقفل البراكت يطلع بكام يا مستر؟ دوس كوم 20 ديجريز 11 مينت مش عارف ايه. اللي بعدها شيفت تان 1.0246 اهو، وقفل البراكت ودوس كوم 45 ديجريز 41 مينت مش عارف ايه. طب اللي بعده ها شيفت تان للرقم ده بس يا فهمت. وعلى فكره كلهم انت متوقع كلهم طلعوا اكيوت انجل، ما طبعا ليه؟ عشان السلوب ماله بوزيتيف. اه طب لو كان رقم من دول الاسلوب بالنيجاتيف اكيد كانت هتطلع لي اوبتيوس انجل. احنا اتفقنا بقى على الكلام ده، فانا عايزك الحاجات الصغيره دي انت بقى تكون ايه، مهندس كده ودكتور كبير بتفهم الحاجات دي وتلقط كده وتقعد تقول اه دي عشان كذا ودي عشان كذا. تمام يا شباب؟ طيب طلعت لي اخر واحده اهو شيفت تاني الفور على 5 طلع لي بالرقم ده ودوستكم. عرفنا هنعمل ايه؟ ادي يا شباب الموضوع بمنتهى البساطه. تعالى بقى اما نخش على المسائل، والكلام ده بقى في غايه الاهميه. بص بقى بيقول لي ايه من اول هنا، بيقول لي ذا ستريت لاين بروف ذات ان الستريت لاين اللي بيعدي بالتو بوينتس دول از بارلل تو ذا ستريت لاين اللي بيعدي بالتو بوينتس دول. اثبت لي ان الخط اللي بيعدي بالاثنين دول بارلل للخط اللي بيعدي بالاثنين دول. تقول لي ماشي يا مستر، انا هحسب السلوب بتاع الخط ده واحسب السلوب بتاع الخط اللي بيعدي بالنقطتين دول، لو طلعوا السلوب هنا قد السلوب هنا يبقوا بارلل. طيب نقوم كاتبين ايه بقى، بص كده تقول لي ذا سلوب اوف الفيرست لاين اللي هو اسمه ايه؟ ام1. هعمل ايه؟ يلا الرول y2 minus y1 over x2 minus x1، يعني هعمل 6 minus 2، انا ابتديت بال 6 6 minus 2 over 5 minus 4. تمام يا مستر. 6 minus 2 بكام؟ 4. 5 minus 4 بكام؟ 1، يعني السلوب طلع لي بكام؟ ب 4. هل لو طلع لي السلوب الثاني ب 4 يبقوا ايه؟ بارل. اقول له السلوب اوف second line اللي هو هسميه m2 equal. هعمل ايه بقى؟ 1 minus 5 ابتديت بال 1 y minus ال y 1 minus 5 over negative 1 minus 0. 1 minus 5 negative 4. negative 1 minus 0 ب negative 1، شيل النيجاتيف مع النيجاتيف تطلع الاجابه ب 4. اقوم قايل له ايه بقى؟ قايل له since ان ال m1 equal ال m2 therefore the two lines are parallel. Two lines are parallel. شكرا، انا كده خلصت السؤال. اظن يا شباب الموضوع بسيط. نيجي اللي بعده، بص هنا كده بيقول لي ايه، بيقول لي prove that the straight line اللي بيعدي بالنقطتين اللي اسمها A و C is perpendicular to the straight line passing through ال B و D. تقول لي ماشي، عندي خط بيعدي بنقطتين، نقطة اسمها A ونقطة اسمها C، خط معين، على فكرة الخط ده ممكن يبقى ممتد، بص ممتد فوق خالص كده وممتد تحت كده، بيعدي بيهم وخلاص، وخط تاني بيعدي بنقطتين تانيين خالص في أي داهية، واحدة اسمها B وواحدة اسمها D. بيقول لي اثبت لي إن هما بيربنديكولار، تقول لي ماشي، هحسب ميل الخط ده وميل الخط ده، لو طلع M1 تايمز M2 يديني نيجاتيف 1 يبقوا بيربنديكولار. تمام يا مستر. تعالى اما نشوف كده، او لو لقيت واحد متشقلب ومعكوس له العلامه، فهمت بقى؟ طيب هنقول له نفس الكلام، ده سلوب، اجيب السلوب المره دي بقى مسمي لي النقط اي سي، هقول له ذا سلوب اوف اي سي هسميه ام1 ايكوال. يلا ايه السلوب بتاع اول خط؟ تحب نعمل ايه ماينس ايه؟ اهم حاجه الواي ماينس الواي، هبتدي نيجاتيف 2 ماينس 4 اهو، لو ابتديت بالنيجاتيف 2 هنا غصب عني اعمل نيجاتيف 3 ماينس نيجاتيف 3. بص بقى عشان الحته دي جميله جدا، نيجاتيف 3 ماينس نيجاتيف 3
بص ماينس ماينس تطلع بلس، يطلع بإيه ده؟ هيطلع بنيجاتيف 6 على إيه؟ على زيرو. هو يعني إيه حاجة على زيرو؟ undefined. آه ده ايرور. يعني إيه يا مستر السلوب طلع لي undefined؟ يعني إيه؟ فاكر كده؟ إمتى كان من الأربع أنواع بيطلع لي السلوب undefined؟ لو كان إيه؟ parallel للواي اكسس. آه أقول له therefore أقول له equal undefined. ماشي، اقوم كاتب له كده يبقى الـ AC على جنب كده parallel للـ Y axis. دي معلومة على فكرة، مش على طول بيطلع، ده سؤال سبيشال كده. طب بص بقى الخط التاني، the slope of الـ BC سوري الـ BD بقى الخط التاني. يلا اهو يا مستر هسميه M2 اهو equal الـ BD. تيجي نعمل 2 minus 2 فوق على negative 3 minus 1 هيطلع بكام؟ 0 على نيجاتيف 4 اللي هي كام؟ 0 اوفر اي حاجه بكام؟ ب0. لما السلوب يطلع لي ب0 يعني ايه؟ بارلل للاكس اكسس. اه اقول له ذيرفور البي دي از بارلل للاكس اكسس. اه اقوم قايل له ايه؟ واحد بارلل للواي اكسس بذمتك كده، خط بارلل للواي اكسس وخط بارلل للاكس اكسس يبقوا بيربنديكولار ولا لا؟ طبعا، ما هو الاكس اكسس والواي اكسس بيربنديكولار طبعا. اه اقول له ذيرفور الاي سي is perpendicular to BD. بس كده انا مش محتاج اكتب له حاجه. طب افرض كانوا طلعوا لي ارقام، تعالى كده نتخيل المساله بقى كانت بحاجه تانية خالص. يعني انا ايه لما جيت احسب السلوب ده طلع لي ده مثلا يعني ده انسى بقى خلاص بقى، لو ده طلع لي 4 على 5 وده جيت احسبه طلع لي نيجاتيف 5 على 4 متشقلب ومعكوس العلامه، كنت اكتبها له ازاي؟ بص بقى كنت هقول له ايه؟ كنت هقول له سينس، اقول له سينس ان الام 1 تايمز الام 2 ايكوال نيجاتيف 1، لو عملت دول تايمز بعض يطلع نيجاتيف 1، اقول له ذيرفور الاي سي بيربنديكولار تو بي دي. ده لو كان قال لك كده كنت تكتبها له بالطريقه دي، بس هو طبعا ما قالش الكلام ده فهنعملها بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. فهمنا يا شباب؟ اتمنى ان دي تكون واضحه. نيجي للسؤال نمبر 8، بيقول لي ايه هنا؟ بروف ذات ذا ستريت لاين باسنج ثرو ذا تو بوينتس 2, نيجاتيف 1 6, 3 is parallel to the straight line which makes an angle of 45 with the positive direction of the x-axis. ماشي، تقول لي هجيب السلوب هنا واجيب السلوب هنا، طلعوا قد بعض يبقوا parallel. تعال اما نجيب السلوب اهو the slope of the first line، تيجي نسميه m1 اهو equal. مديني نقطتين يا مستر، هعمل ايه؟ هعمل 3 minus negative 1 صح؟ 3 minus negative 1 over 6 minus 2. 3 ماينس نيجاتيف 1 مش ماينس ماينس تقلب بلس، يطلع لي 4 على 4 يعني بكام؟ ب1. ده السلوب بتاع اول خط. طب تاني خط اداني انجل، اجيب السلوب ازاي؟ تاني الانجل اه ذا سلوب اوف السكند لاين اه ايكوال الام 2 يعني ايكوال ايه؟ تان ال 45 يطلع بكام؟ ب1. ايه ده؟ السلوب ده ب1 والسلوب ده ب1، اقول له سينس ان الام 1 ايكوال الام 2 ذيرفور the two lines are parallel. The two lines are parallel. فهمنا كده الموضوع عبارة عن ايه؟ اظن سهلة جدا. واحدة كمان، بص كده بيقول لي ايه هنا؟ عايزك بقى توقف الفيديو وتحاول تحل لي دي. يلا، بيقول لي the straight line اللي بيعدي بالبوينت دي ودي is perpendicular للستريت لاين اللي بيعمل انجل 30. خلاص، تقول لي هحسب السلوب بتاع ده واحسب السلوب بتاع ده، بعدين يا مستر اشوف لو متشقلب ومعكوس له العلامة ولا لا. ما هو بيربنديكولار، واقول له سينس ان الام 1 تايمز الام 2 ايكوال نيجاتيف 1 يبقوا الخطين بيربنديكولار. طب تعالى كده اما نحسب السلوب بتاع اول خط. يلا انا متخيل كده ان حضرتك وقفت الفيديو وحليت السلوب اوف ذا فيرست لاين، هسميه ام 1. شوف بقى انا بكتب ازاي، اكتب زي ما انا بكتب كده. يلا هنعمل ايه؟ واي 2 ماينس واي 1. تيجي نعمل ايه؟ انا المره دي هبت في دماغي هعمل ده ماينس ده اهو، 3 روت 3 ماينس 2 روت 3 الواي ماينس الواي. اهم حاجه الواي الاول، الواي ماينس الواي اوفر الاكس ماينس الاكس. انا هنا ابتديت بال 3 روت 3 غصب عني لازم اعمل 4 ماينس 5. طب واحد عمل العكس صح، 3 من الروت 3 ماينس 2 من الروت 3 يطلع لي روت 3 واحده على 4 ماينس 5 نيجاتيف 1، يعني تطلع الاجابه نيجاتيف روت 3. طب تعالى اما نجيب السلوب اوف the second line، بص بقى هسميه M2 equal ايه؟ بص بقى كده
ايه السلوب بتاع الخط التاني؟ مديني انجل تنس 30، هعمل تنس 30. تنس 30 لو كتبتها على الكالكوليتور هتطلع لك بروت 3 على 3، واحنا كنا حافظينها هي هي 1 على روت 3. على فكره الاثنين واحد، فانا هكتبها هنا 1 على روت 3، الاثنين واحد. طب ولو واحد عملها روت 3 على 3؟ صح طبعا صح، بس مش هيشوفها ان هي متشقلبه. بص هنا متشقلبت، شوف كانت الاول السلوب بتاع اول خط نيجاتيف روت 3 على 1، شقلبتها 1 على روت 3 وشلت النيجاتيف، اه عشان كده طلع لي الاثنين دول. طب اللي عملها روت 3 على سي على 3 غلط؟ لا طبعا صح. جرب كده بقى تقوم قايل لي سنس ان الام 1 تايمز الام 2 ايكوال نيجاتيف 1، ذيرفور ذا تو لاينز ار بيربنديكولار، ذا تو لاينز ار بيربنديكولار. كمل انت بقى كلمه بيربنديكولار. تمام يا شباب، عرفنا بنعمل ايه؟ اظن انا شايف الموضوع سهل. نيجي اللي بعده. بص هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لحضرتك اهو، بيقول لي هنا ايه بقى؟ In the Cartesian coordinate plane, point A, point B, point C, point D are four points satisfying AD. ال AD بص بيقول لي ايه؟ ان ال AD parallel لل BC. معنى ان ال AD يا ولاد parallel لل BC يبقى ليهم نفس السلوب. طب ما تيجي نجيب السلوب of ال AD، اعرف احسبه؟ اه اعرف احسبه. ليه؟ عندي النقطة A وعندي النقطة D، يلا ايكو. تيجي نسميه M1 بالمرة كده، قال لي خلاص سيبه في دي خلاص. عايز سميه M1؟ خلاص اوكي انا هسميه M1 وخلاص. يلا ال دي البوينت ايه ودي دي، تحب نعمل ايه؟ واي ماينس واي، هبتدي بال5 اهو، واي 5 ماينس 1، يبقى غصب عني اعمل ايه؟ اوفر 1 ماينس 2 ايكوال 4 على نيجاتيف 1، يعني يطلع بكام؟ بنيجاتيف 4. طب تعالى بقى اما نجيب السلوب اوف البي سي، هو اللي قايل لي كده. طيب ايه السلوب بتاع البي سي؟ تقول لي ايه ده بقى يا مستر؟ تعالى الاول نسميه ام 2 صح؟ ام 2 ايكوال، تقول لي ايه ده؟ ده انا عشان اجيب السلوب بتاع البي سي بص هعمل ايه؟ هعمل مثلا 7 اهو، 7 ماينس 3 اوفر. ونصيحه بص بلاش تعمل كده، نصيحه بقى خدها من مستر بقى دلوقتي كده. انا لقيت هنا ان في انون موجود فين؟ موجود هنا، ما تخليش ده تاني واحد، يعني ما تعملش 7 ماينس 3 فتضطر تعمل 4 ماينس البتاع ده، لا خلي ده اللي ماينس الفور. ليه؟ اسهل لك في المسائل، صدقني صدقني كده اسهل لك. يبقى انا هعمل ايه؟ 3 ماينس 7 واي ماينس الواي اوفر الاكس ماينس 1 اعملها ماينس الفور. عارف ليه؟ لو كنت عكستها، بص بقى لو كنت عكستها كنت هتقع. ليه؟ واحد يقول لي لا عادي كنت هعمل 7 ماينس 3، بص كنت هعمل ايه بقى؟ 4 ماينس الاكس ماينس 1، يكتب لي اكس ماينس 1، اقول له كل سنه وانت طيب انت لبست المساله. يقول لي ازاي يا مستر؟ الفور ماينس البراكت ده كله، فالماينس هيخش على الاثنين يقلب لي دي ماينس ودي تقلب بلس، تبقى 4 ماينس اكس بلس 1. الحته دي اكيد كنت هتقع فيها، فنصيحه نصيحه نصيحه، لما تلاقي حاجه بالمنظر ده خلي الحاجه الاولى ماينس الحاجه اللي انا عايزها ماينس الحاجه اللي عندي. تمام كده؟ ماشي يا شباب، ما انا حق اعمل كده. فخلاص قلت خلاص يا مستر انا بشغل دماغي، عملت 7 ماينس 3 على بدل لو عملت 7 ماينس 3 هضطر اعمل 4 ماينس البتاع دي، لا انا مش عايز ده، انا هعمل 3 ماينس 7 يبقى اوفر اكس ماينس 1 ماينس 4. ماشي ايكوال 3 ماينس 7 بكام؟ نيجاتيف 4 على ايه ده بقى؟ ايه اكس ماينس 1 ماينس 4؟ ما هي ماينس 1 وماينس 4 يعني ماينس 5. السلوب بتاع تاني واحد يا شباب طلع لي بالرقم ده، تقول لي مش المفروض ان ان الاي دي بارلل للبي سي؟ يعني المفروض الاثنين دول قد بعض، المفروض السلوب هنا لو طلع لي نيجاتيف 4 يبقى لازم ده كمان يطلع لي نيجاتيف 4، صح ولا لا؟ مظبوط يا مستر. طب ما تساويهم ببعض، نيجاتيف 4 اهو هساويهم مع بعض واعمل كروس مالتيبليكيشن اوفر اكس ماينس 5 المفروض يبقى ايكوال نيجاتيف 4، المفروض الاثنين يبقوا قد بعض، هعملها اوفر 1 كروس مالتيبليكيشن. هات كده الاكس ماينس 5 نيجاتيف 4 تايمز 1، بص انا هجيب الاكس ماينس 5 تطلع ايه؟ نيجاتيف 4 تايمز 1 اوفر نيجاتيف 4 تطلع ب 1، ودي ال 5 هناك تطلع الاكس بكام؟ ب 6. اه يبقى عشان كده يا مستر فهمت بقى انا عملت ايه؟ ادي يا شباب المساله بمنتهى البساطه. واحد كان ممكن يلقط على طول يقول لي مش دي نيجاتيف 4؟ دي برضه نيجاتيف 4 عايزها تبقى اوفر 1 يبقى الاكس ب 6 صح؟ نيجاتيف 4 اوفر 1 بنيجاتيف 4. اه يبقى ده كده ايه؟ ده كده يا شباب كان الحل بتاعنا، اتمنى ان دي تكون واضحه. فهمت كده التركات الصغيرة اللي أنا بقولها دي؟ بعد إذنك تركز فيها.
ماشي، لان احنا زي ما اتفقنا افكار المسائل يا شباب، انت مش شغلتك انك بعد ما تسمع الشرح تمسك الكتاب كله تحله، بقولها كل فيديو الموضوع ده، انسى كلام العيال الصغيره ده، انسى، انت افكار بتعرفها وانا بقولها لك ماشي، حضرتك بتشغل مخك فيها مش بتحفظها ولا حاجه، بتفهم مداخل المسائل بحيث لما يجي لك حاجه زيها انت بتتعود على طريقه تفكير. انا مش بعلم حضرتك وبحفظك منهج، انا بوريك طريقه تفكيري في المساله بتبقى عامله ازاي، دي فايده الفيديوهات، والا انك ايه تقرا كتب وخلاص، ما هو الكتب بتقرا الكتاب وخلاص انت فاهم تعرف معلومات، انما لا انا بوريك طريقه تفكيري، انا فكرت في كذا لقيت نفسي ما وصلتش لحاجه افكر في كذا، لقيت نفسي ما وصلتش لحاجه افكر في كذا وهكذا تمام. طيب نيجي للكويشن نمبر 11، بيقول لي الاكس والواي والزد، بيقول لي if the vertices of triangle x y z is a right angle triangle at y. ايه بقى الكلام ده؟ بيقول لي ان ده right angle triangle، عايز يعرف ال a بكام. right angle triangle عند ال y، وادي ال x وادي ال z، فين ال vertices يا مستر؟ ال x مديهاني ب 3 و 5، ال z مديهاني بكام؟ ال z مديهاني negative 5 و a، هو عايز ال a دي، وال y مديهاني ب 4 وتو. بص معنى طريقه تفكيري ازاي، اولا مش ده رايت انجل ترينجل، يعني المفروض السلوب بتاع الاكس واي اجيبه، لو طلع مثلا لو طلع 2 على 3 يبقى السلوب بتاع الزد واي يطلع كام، ما هو بيربنديكولار عليه، اشقلبه عكس العلامه يبقى نيجاتيف 3 على 2. يبقى انا اول حاجه هعملها هجيب السلوب بتاع الاكس واي، ليه؟ عشان انا عندي النقطه اكس وعندي النقطه واي، نجيب كده السلوب of xy. شفت الرسمة وضحت لي كل حاجة على طول اهو، اسميه m1 equal، هعمل ايه يا مستر؟ 5 minus 2 y minus y over، ما دام عملت 5 minus 2 لازم اعمل 3 minus 4، يطلع الكلام ده بكام يا مستر؟ 3 على negative 1 يعني بنيجاتيف 3. انا متأكد بقى ان السلوب بتاع الواي زد هحسبه بالرول لازم يطلع لي بكام؟ متشقلب ومعكوس له العلامه، يعني بدل نيجاتيف 3 على 1، ما هي نيجاتيف 3 دي كان على 1، لازم يطلع لي ايه؟ اشقلبه 1 على 3 من غير النيجاتيف. ده السلوب بتاع تاني واحد، لازم السلوب بتاع تاني واحد يطلع ب 1 على 3، هساويه هحسبه بالرول واساويه ب 1 على 3 وبعدين اعمل كروس ملتيبليكيشن، فهمت انا هعمل ايه؟ طيب تعالى بقى اما نشوف السلوب بتاع الواي زد هسميه ام2 اهو، هنعمل ايه بقى؟ قلت لك دايما اعمل الفاريبل هو اللي ماينس الحاجه، يبقى هبتدي a ماينس 2 اسهل، بدل 2 ماينس a، a ماينس 2 اسهل، اوفر نيجاتيف 5 ماينس 4، تطلع الاجابه a ماينس 2 على نيجاتيف 5 ماينس 4 بنيجاتيف 9. تقول لي بقى سينس ان الاكس واي بيربنديكولار تو واي زد يبقى ذيرفور الام 1 تايمز الام 2 equal negative 1، يبقى ذيرفور على طول الام 2 بكام؟ انا عارف انه بكام؟ ب 1 على 3، شكرا، شقلبته وعكست العلامه ولا كتبت له حاجه، 1 على 3 على طول، ده السلوب بتاعه بنيجاتيف 3 يبقى ده 1 على 3. طب يا مستر يبقى ذيرفور ساوي لي بقى الكلام ده ب 1 على 3، a minus 2 على negative 9 equal 1 على 3، اعمل لي كروس ملتيبليكيشن كده، هات ال a minus 2 لوحدها اهو، a minus 2 equal ده تايمز ده ديفايد ده يطلع بنيجاتيف 3، ودي ال 2 هناك يطلع الـ A بكام؟ نيجاتيف 3 بلس 2 يطلع الـ A بنيجاتيف 1. شكرا خلصت المسألة. طب لو عايز أتأكد عارف تعمل إيه بقى؟ تمسك الـ A الجميلة اللي حضرتك طلعتها هنا كده تحطها لي في المسألة، تبقى النقطة دي نيجاتيف 5 ونيجاتيف 1 واحسب السلوب بتاعها، لو طلع 1 على 3 يبقى أنا كده حل صح. تمام يا شباب؟ أتمنى إن دي تكون واضحة. نيجي اللي بعده. بيقول لحضرتك إيه؟ If the straight line AB parallel للواي اكسس، يعني ايه parallel للواي اكسس؟ يعني خط بالطول كده، parallel للواي اكسس، يعني السلوب بتاعه undefined، يعني ايه السلوب بتاعه undefined؟ يعني حاجة على زيرو، الحتة دي مهمة، حاجة على زيرو، احفظ بقى معايا كده، تقول لي ماشي يا مستر، يبقى السلوب of الـ AB المفروض ايكوال ايه؟ من رول هنا، هعمل ايه؟ أنت قلت لي الـ x يا مستر بعمل x ماينس ده، ماشي بعمل 7 ماينس 5 over x minus 3. المفروض يا مستر السلوب ده هيطلع بكام؟ 7 minus 5 ب 2، المفروض على كام بقى؟ ها؟ المفروض على كام؟ على 0 عشان يبقى undefined، عشان يبقى parallel y axis، تقول لي يبقى الاكس تبقى بكام؟ ب 3 عشان 3 minus 3.
تقوم قايل لي سنس ان ال AB is parallel لل Y axis، تقول لي therefore على طول بقى ال X minus 3 اللي تحت ده تساويه بزيرو، يعني ال X بكام؟ ب3. فهمنا يا شباب الموضوع عبارة عن ايه؟ مسألة جميلة جدا. طب السؤال اللي بعده شبهه بالظبط، وعلى فكرة السؤال ده كان في منهج تاني اعدادي. بص كده بيقول لي ايه، الخط بتاعي parallel لل X axis، يعني السلوب بتاعه بكام؟ بزيرو. تقول لي ماشي احسب السلوب equal. بص كده هنعمل ايه، y minus 2 احسن، ابتدي بالفاريبل y minus 2 over negative 5 minus 4، يعني y minus 2 over negative 9. يعني ايه يا مستر السلوب بتاعي؟ هقول له سنس ان السي دي parallel لل x axis. يعني ايه يا مستر السلوب parallel لل x axis؟ يعني السلوب بزيرو. يبقى therefore السلوب بزيرو. يعني ايه السلوب بزيرو؟ يعني اللي فوق ده يبقى بزيرو، ما هو زيرو اوفر اي حاجه بزيرو. يعني الواي ماينس 2 بزيرو، او ساوي الكلام ده كله بزيرو واعمل كروس مالتيبليكيشن، 0 تايمز 9 بزيرو صح، واي ماينس 2 تايمز 1 بواي ماينس 2، ودي دي هناك يطلع الواي بكام؟ ب2. يبقى لما يقول لحضرتك، ركز بقى عشان اللي انا عملته ده، لما يقول لحضرتك الخط بتاعي بارلل للاكس اكسس ساوي اللي فوق بزيرو، عشان زيرو اوفر اي حاجه يطلع لي السلوب بزيرو. لما يقول لحضرتك في المساله زي في المساله اللي فاتت بارلل للواي اكسس ساوي اللي تحت بزيرو، يبقى بارلل للاكس اكسس ساوي اللي فوق بزيرو، بارلل للواي اكسس ساوي اللي تحت بزيرو، حاجه على زيرو عشان يبقى undefined. ماشي يا شباب نيجي اللي بعده نمبر 14. بص بقى نمبر 14 دي جميله جدا، بيقول لي if the straight line L1 passes through البوينت دي ودي ماشي and the straight line L2 بيعمل angle ب45. حلو ده اقدر احسب السلوب بتاعه تاني ال 45 ماشي كده. بيقول لي ايه find the k في حالتين اتنين، لو كانوا parallel ولو كانوا perpendicular، دول مسألتين في بعض. تعال نمسك اول حالة، لو كانوا parallel مش معنى ان هم parallel يبقى المفروض السلوب اوف، تعال نحسب اللي انا عارفه اللي هو ال L2، المفروض السلوب بتاع ال L2 بكام؟ tan ال 45. tan ال 45 ده برقم محفوظ ب 1، حتى عشان كده كنت بقول لك احفظه ده هيتكرر معانا كتير قوي، تاني ال 45 1 ماشي حفظنا ده يا مستر. طب ايه السلوب اوف ال 1 بالرول بقى، هعمل ايه ماينس ايه؟ كي ماينس 1 صح؟ كي ماينس 1 اوفر 2 ماينس 3، يعني يطلع كي ماينس 1 على كام؟ على نيجاتيف 1. تقول لي ايه يا مستر في حاله ان هم بارلل، هقوم قايل له ايه؟ انا كده لحد دلوقتي اهو لسه حتى ما ابتديتش في نمبر 1 ولا 2، انا كده كده بعمل الموضوع ده. حل اول مساله بقى، لو كانوا بارلل، لو كانوا بارلل اهو المفروض اساوي الاثنين دول ايه ببعض، لو السلوب هنا ب 1 لازم ده يطلع ب 1. يعني لازم تاني واحد ده اللي هو كي ماينس 1 على نيجاتيف 1 لازم يطلع السلوب قد بعضه، اعمل كروس مالتيبليكيشن كده، يبقى كي اهو هكتبها هنا، يبقى كي ماينس 1 ايكوال 1 تايمز نيجاتيف 1 بكام؟ بنيجاتيف 1، ودي ال 1 هناك يطلع الكي بكام؟ بزيرو. ادي اول حاجه لو كانوا بارل. تاني حاله لو كانوا بيربنديكولار، بص بقى لو كانوا بيربنديكولار تقول لي يا مستر يعني ايه السلوب؟ سيب ده زي ما هو، الكي ماينس 1 على نيجاتيف 1 هل قد ال 1؟ لا، هشقلب ال 1 ده واعكس العلامه، لو شقلبت ال 1 على 1 شقلبته وعكست العلامه يطلع ايه؟ هيفضل 1 على 1 زي ما هو بس هحط له نيجاتيف، يبقى اللي هو كام؟ نيجاتيف 1. يبقى لو بيربنديكولار هشقلب ده واعكس العلامه، اعمل نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 اكتبها هنا كده يطلع بوزيتيف 1، نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف، وهنا كي ماينس 1 ودي ال 1 هناك يطلع الكي بكام؟ ب2. يبقى قدامي حالتين، اول حاله لو كان بارلل هيطلع الكي بزيرو، تاني حاله لو كانوا بيربنديكولار هيطلع الكي ب2. تمام يا شباب فهمنا الكلام ده، اتمنى انها تكون واضحه. نيجي للمساله اللي بعدها، المساله نمبر 15، بيقول لي find the measure of the positive angle which the straight line L makes with the positive direction of L axis. عايز الثيتا، تقول لي ماشي هجيب السلوب واعمل له شيفت تاني، هي فرقت في ايه يعني؟ ما هو عايز الثيتا، عايز الانجل، طالما عايز الانجل هعمل شيفت تاني ماشي. بيقول لي اللاين ده بيعدي بالنقطتين دول ماشي، هات السلوب اهو السلوب اوف ذا لاين، ايه السلوب بتاع اللاين ده؟ هنعمل ايه؟ يلا هنعمل 3 ماينس نيجاتيف 5 صح؟ اوفر 4 ماينس 2، ماينس ماينس يعني بلس، يعني تطلع 8 على 2 اللي هو بكام؟ ب4. تقول لي مش نفس السلوب ده؟ تقول لي تان الثيتا المفروض بكام؟ ب4 برضه.
يعني الثيتا بكام يا مستر؟ شيفت تان للفور، شيفت تان وتدوس كوما، يطلع لحضرتك بكام؟ ب 75 زي ما هو كاتب لك كده، 57 مينت و50 سكندز. ادي الموضوع بمنتهى البساطه. فهمنا يا شباب؟ اتمنى ان دي تكون واضحه ليكم. مساله كمان، بص كده بيقول لي ايه؟ Find the measure of the positive angle which the straight line x which the straight line l makes with the positive direction of ايه ده؟ هي دي؟ دي انجل مختلف. بيقول لي انا عايز الانجل اللي بيعملها الخط x مع البوزيتيف دايركشن اللي بيعدي الخط ده، بقى بيعدي بالنقطتين دول 0 0 والرقم ده. ماشي، تعالى كده اما نمسكها واحده واحده. بص بقى معايا كده، السؤال ده جميل جدا. ماشي، بص بقى هنعمل ايه. واحد كده يجي يقول لي، يقول لي بص يا مستر، ماشي، اول حاجه انا هجيب السلوب. السلوب عباره عن ايه؟ بص كده، نيجاتيف 2، هعمل نيجاتيف 2 ماينس 0 اوفر 2 ماينس 0، ونحسب الكلام ده. بص هيطلع بكام؟ ها، يطلع بنيجاتيف 1. تقول لي يعني السلوب يا مستر هعمل ايه؟ هقول له تان الثيتا بنيجاتيف 1. تعالى بقى نعمل شيفت تان، تعالى كده اما نشوف. بص بقى معايا كده، عشان الكلام ده كلام كبير شويه. شيفت تان للنيجاتيف 1، هل في بعض الكالكوليترز اصلها بتطلع بص نيجاتيف 45؟ يعني ايه يا مستر نيجاتيف 45؟ يعني ايه الكلام ده؟ ايه يا مستر بقى الكلام المنايل بنيله ده؟ ايه اللي انا طلعته ده؟ ركز يا ابني بقى معايا عشان الكلام ده مهم. يعني ايه الانجل تطلع لي بنيجاتيف 45؟ يعني ايه؟ انا ما اعرفش يعني ايه. ايه اللي طلع لي لما عملت شيفت تان للنيجاتيف 1 قام طلع لي الرقم العجيب ده؟ يعني ايه؟ بص بقى، نصيحة كده، نصيحة، لما تلاقي الرقم ده طلع لك بالموضوع ده، احنا ما بنتعاملش مع ارقام بالنيجاتيف. هتعرف الكلام ده بالظبط في اولى ثانوي. طب نعمل ايه يا مستر فيه؟ اعمل فيه ايه؟ زود عليه 180. ليه يا مستر؟ هتعرف في اولى ثانوي. ماشي كده، اتفقنا على الكلام ده؟ لان انا الانجل بتاعتي يا اما بتطلع لي اكيوت، يا اما بتطلع لي اوبتوس، يا اما بتطلع لي هنا، يا اما بتطلع لي هنا. يعني تبقى اوبتيوس كلها، الخط بتاعي يبقى عامل كده، او الخط بتاعي يبقى عامل ازاي؟ يبقى عامل كده، والانجل تبقى عامله كده. هو طب اللي هو مطلعه لك ده المفروض ايه؟ يعني للناس اللي عايز تفهم، هو طلع لك الانجل دي اللي بنيجاتيف 45. معناها انها نيجاتيف يعني من تحت، انت فاهم كده؟ نيجاتيف 45 يعني من تحت، يعني هنا كده في 45 تبقى الانجل دي بكام؟ هعمل 180 ماينس 45. فهمت بقى انا ليه قلت لك اعمل كده؟ يبقى يعني ايه طلعت لي انجل بنيجاتيف 45؟ يعني من تحت في 45. عشان كده قلت لك ايه؟ هي نيجاتيف 45، زود عليها 180 ورايح دماغك، جيب لك الحته دي، هعمل 180 ماينس ال 45 لوحدها، او نيجاتيف 45 بلس 180. فهمت انا ليه بقى بقول لك كده؟ يبقى دي الانجل بتاعتي. فهمنا يا شباب؟ اتمنى ان دي تكون واضحه لحضرتك. عشان كده هتطلع لك بكام؟ طبعا في واحد يعملها نيجاتيف 45، وعلى فكره لو طلعتها بنيجاتيف 45 محدش هيلومك المفروض، يعني لو مصحح، لان الحته دي انت لسه ما خدتهاش، دي شغل اولى ثانوي بقى، انك تقعد تشوف الانجل من تحت ومن فوق وتطلع مش عارف ايه وشغل التريجنومتري، تمام كده؟ ولكن انا وريتها لك اهو، الانجل بتاعتي اعرفها دايما كده، لازم يا تطلع لي اكيوت يا تطلع لي اوبتيوس، بس مفيش حاجة تاني، يا أكيوت يا أوبتيوس. أحولها، طلعت رقم بالنيجاتيف زود عليه 180 وراح دماغك. ماشي يا شباب؟ أتمنى إن دي كده تكون إيه؟ تكون واضحة. طيب نيجي اللي بعده. بص معايا كده، اللي بعده بيقول لي find the measure of the positive angle which the straight line L makes with the positive direction of L L of X axis and the straight line L is perpendicular. خلي بالك بقى، عايز الانجل اللي الخط ده بيعمله with the positive direction of x axis. ماشي، بيقول لي if the straight line L is perpendicular للخط ده. طب هو ايه السلوب بتاع الخط ده؟ ماشي، ايه السلوب بتاع الخط ده؟ تقول لي السلوب، هجيب السلوب بتاع الخط ده. ركز بقى انا هعمل ايه، يعني هجيب السلوب بتاع الخط ده، بعدين هو قال لي perpendicular عليه، هشقلبه وعكس العلامه، بعدين اجيب الانجل شيفت تاني. يبقى السلوب اوف، تكتب له كده بقى the slope of the given line، الخط اللي انت اديتهولي، the given line، ايه السلوب بتاع الخط اللي انت اديتهولي؟ بص هعمل ايه؟ هقوم قايل 5 minus negative 1 over negative 2 minus 4، صح؟ ابتديت بال 5 minus negative 1 over negative 2 minus 4، ماشي. minus minus يعني plus، تطلع 6، negative 2 minus 4 يطلع بنيجاتيف 6،
يعني السلوب طلع بنيجاتيف 1 ماشي، ده السلوب بتاع الخط اللي هو الدهوني. هو قال لي بقى الخط ده بيربنديكولار للال، طب ايه السلوب اوف اللاين الال اللي هو الريكوايرد لاين؟ ايه السلوب بتاع الال؟ هشقلبه واعكس العلامه. ليه يا مستر مش هما بيربنديكولار؟ اه، يبقى بدل نيجاتيف 1 على 1 شقلبه كده يبقى 1. بعدين نعمل ايه؟ تان الثيتا ب 1، يعني الثيتا بكام؟ تان انهي انجل ب 1؟ ب 45 ديجريز. يبقى لو قال لي كلمة بيربنديكولار بجيب الخط اشقلبه عكس العلامة. تمام يا شباب؟ ماشي، نيجي اللي بعده نمبر 18. بص كده السؤال ده بقى، كل المسائل الجاية دي على فكرة هي كده افكار الليسون، تعتبر الجزء ده خلص. ولكن بص بقى ركز بقى معايا عشان الكلام ده جميل جدا. هناخد طرق دلوقتي ازاي يثبت الكولينير، وازاي يثبت ان الفيجر باريلوجرام، وازاي يثبت ان الفيجر رومبس، وان الفيجر ريكتانجل، وان الفيجر سكوير عن طريق الاسلوب، والرايت انجل تراينجل، كل ده هثبته عن طريق الاسلوب. ايه ده؟ يعني انا مستر وانا كنت قلت لحضرتك الكلام ده، واحل بانهي طريقه؟ اللي انت عايزه، اللي انت عايزه. ماشي، تعالى كده اما نشوف هنا. بص بيقول لي بروف ذات ان البوينتس دي كولينير. احنا كنا اخدنا طريقه في بتاعه الديستنس، كنت بحسب الاي بي والبي سي والاي سي، حد فاكر؟ بالروت. فاكر كنت بعمل ايه؟ روت 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 من درس الديستنس. كنت بعمل ايه؟ بمسك الاتنين الصغيرين بلس بعض بلاقيهم قد التالت، يبقى كولينير. طب امال ايه الطريقه التانيه؟ ركز بقى معايا عشان اثبت ان هم كولينير. يعني ايه كولينير؟ يعني على نفس الخط يا اخوي. اه، معنى ان هم على نفس الخط يبقى ليهم نفس السلوب. اه، لو لقيت السلوب بتاع الاي بي هو هو السلوب بتاع البي سي، يبقى ايه؟ يبقوا كولينير. لو ده مايل ب2 وده كمان مايل ب2 يبقى نفس الخط، يا اما بارلل طبعا، بس انا واخد نقطه كومن، فمستحيل ان اقول اي بي بارلل لبي سي. انت متخيل؟ يعني ما هي نفس النقطه، هسيب البي وانزل هنا اسميها بي تاني؟ لا، ما انا على نفس النقطه، يبقى اكيد الخط ده مكمل. فانت كل اللي بتعمله ايه؟ بتحسب السلوب اوف الاي بي، وتختار السلوب اوف البي سي، خدت نقطه مشتركه. طب واحسب السلوب بتاع الاي سي؟ مش محتاج، احسب الاثنين بس، بس خد واحدة مشتركة اي بي وبي سي، او اي سي وبي سي، خد خد السي مشتركة، او خد الاي مشتركة، او خد البي مشتركة. انت فاهم قصدي؟ واحد حب يحسب السلوب بتاع التلاتة، انت حر، انت حر، هو وقتك ولا وقت انا في الامتحان، انت حر. ماشي، نيجي السلوب بتاع الاي بي، يلا ادي الاي وادي البي، بجيب السلوب ازاي؟ 3 ماينس 1 على 2 ماينس 1 يطلع بكام؟ ب2 على 1، يعني ب2، ده السلوب بتاع الاي بي. ايه السلوب بتاع البي سي؟ ها، نعمل ايه ماينس ايه؟ تحب المره دي نعمل نيجاتيف 1 ماينس 3؟ حاضر، نيجاتيف 1 ماينس 3 اهو، نيجاتيف 1 عملتها ماينس 3 على 0 ماينس 2. احسب كده نيجاتيف 1 ماينس 3 بنيجاتيف 4، 0 ماينس 2 بنيجاتيف 2، نيجاتيف 4 على نيجاتيف 2 ب2. هقول له ايه؟ سينس ان السلوب اوف اي بي ايكوال السلوب of البي سي، therefore A و B و C are collinear. شكرا، خلصت المسألة. أظن أسهل، أنا شايف إن ده أسهل، أسهل 100 مرة كمان. ماشي، طب نيجي اللي بعده. بص هنا بقى، وهنا بقى بيجبرك تحل بطريقة الأسلوب. بص بيقول لك إيه؟ if the points A اللي هما 0.1 و a, 3 و 2.5 are located on one straight line، بيقول لك ان هم كولينير. اه، هو اللي قايل لي ان هم كولينير. يجي واحد يقول لي، يقول لي انا احلها بالديستنس. هو عايز يجيب الاي بكام؟ يعني عندك نقطه هنا مثلا، وليكن النقطه دي 0.1، تعالى اما نكتب عليها كده مثلا 0.1، وعندك نقطه هنا اسمها a, 3، وعندك نقطه هنا اسمها 2.5 مثلا. يجي واحد يقوم قايل لي، يقول لي خلاص انا هجيب الديستنس ما بين دول والديستنس ما بين دول. انت متخيل دي هتطلع لي انون، انا ما اعرفش الايه، مش عارف احسبها، وهجيب الديستنس ما بين دول برضه هتطلع لي ايكويشن ما اعرفش احسبها، واسويها واسويها بقى الاثنين دول بلس بعض يديني كل ده. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ ما تحسب كل اللي هحسبه ايه؟ هختار نقطه مشتركه، اختار اي نقطه. تيجي مثلا نحسب السلوب بتاع ايه؟ انا هحسب السلوب ما بين النقطه دي ودي اهو، هسميها ايه وبي وسي، هحسب السلوب بتاع الاي سي كله بتاع النقطتين اللي انا عارفهم، النقطتين اللي انا عارفهم هم السلوب بتاع ده، السلوب اوف النقطتين دول. سيبك من الكلام اللي انا كاتبه لك، انا بحسب النقطتين اللي انا عارفهم، ده وده مثلا اهو. طيب يا مستر اجيب السلوب ازاي؟ 5 ماينس 1 على 2 ماينس 0 يطلع بكام؟ يطلع بكام الكلام ده؟ يطلع ب 4 على 2، يعني ب 2.
يعني الخط ده مايل ب2، يبقى لازم برضو ده مايل ب2 ده مايل ب2. خد بقى السلوب بتاع اي واحد فيهم، السلوب ما بين النقطتين دول لازم يطلع بكام؟ لازم يطلع ب2. اعمل 3 ماينس 1 مثلا على a ماينس 0، لازم الكلام ده يطلع ب2. 3 ماينس 1 يعني 2، تعالى بقى اما نكتبها 3 ماينس 1 ب2 على a، صح؟ a ماينس 0 ب a، الكلام ده ب2. طب ما هي 2 على a هي 2 على 1، يعني الa ب1. ادي يا سيدي المسألة، فهمت انا عملت ايه؟ طبعا اسهل 100 مرة ان احلها بالاسلوب. ماشي يا شباب، اتمنى ان دي تكون واضحة. يبقى انا بجيب الاسلوب بتاع حاجتين وحاجتين بس، واكيد ليهم نفس الاسلوب، معنى ان هما كولينير يعني ليهم نفس الميل. واحد يقول لي ايه؟ يقول لي ازاي يا مستر؟ عشان ده السؤال ده ساعات كتير جدا بتساله، بيبقى في طلبة مش متخيلة يعني ايه سلوب اصلا، مع اني لسه قايله. يجي يقول لي ايه؟ يقول لي يا مستر هو ازاي، معلش انا لو عندي 3 نقط، ازاي السلوب ما بين النقطة دي ودي، ده الخط ده صغنن، قد السلوب ما بين النقطة، يعني السلوب ما بين النقطة A وB قد السلوب ما بين البي والسي، اهو سمي دي سي. يقول لي ازاي؟ اقول له يا ابني ما انا قلت لك يعني ايه سلوب. سلوب يعني رايز اوفر ران، بطلع حاجة وامشي حاجة، اطلع حاجة وامشي حاجة، اطلع حاجة، ملوش علاقة باللينس، ملوش علاقة. يعني لو عندي حتة خط قد كده صغنون كده مايل ب2، وخط تاني قده كده بارلل ليه مايل برضه ب2، انا ماليش دعوه بطوله، طوله ده ولا يفرق معايا في حاجه. انا كل اللي يفرق معايا السلوب ده عباره عن ايه، تاني سيتا بيديك انجل. هو الانجل يا شباب تفرق، لو انا عندي انجل بص كده، تفرق لو انا عندي انجل كده ب30، ولا لو واحد جه مد الخط ده شويه كده وقام مدد الخط ده كده شويه، طب ما هي لسه الانجل ب30، يعني انت فارق معاك طول الانجل، انت فارق معاك ايه؟ ماشي. فاتمنى ان كده تكون واضحه، ماشي يا شباب، عشان الفهم الغلط ده للاسف بيبقى عند ناس كتير. طب نيجي اللي بعده، بص هنا بيقول لي ايه، مديني بوينت ايه وبوينت بي وبوينت سي، بيقول لي اثبت لي ان السي مش موجود على الاي بي. يعني ايه؟ يعني اثبت لي ان هما نوت كولينير. انا عندي ادي الاي مثلا وادي البي، بيقول لي اثبت لي ان السي مش في حته عليه، السي بره. يعني اثبت لي ان هما مش كولينير. خلاص احسب السلوب مثلا اوف الاي بي، واحسب السلوب مثلا اوف البي سي، اي اتنين خدت البي مشتركه احسب دي، اكيد هيطلعوا مش قد بعض، صح كده ولا لا؟ ماشي، تعالى كده اما نشوف ايه السلوب بتاع الاي بي، 5 ماينس 7 على نيجاتيف 1 ماينس 1، نيجاتيف 1 ماينس 1، نحسب كده الكلام ده يطلع بكام يا ولاد؟ نيجاتيف 2 على نيجاتيف 2 يطلع السلوب 1. طيب ايه السلوب يا مستر بتاع البي سي؟ اهو هعمل 2 ماينس 5 على 4 ماينس نيجاتيف 1، 4 ماينس نيجاتيف 1 اساسا ماينس ماينس يعني بلس، 2 ماينس 5 بكام؟ نيجاتيف 3 على 6، يعني يطلع السلوب بنيجاتيف هاف. ايه ده؟ بص هنا السلوب بنيجاتيف هاف وهنا السلوب 1. لا يا مستر دول كده معنى كده ان هما ايه، نقول له ظرف سينس، نقول له سينس ان السلوب اوف اي بي از نوت ايكوال السلوب اوف البي سي، اقول له ذيرفور البوينت سي داز نوت بيلونج للاي بي، او اي وبي وسي ار نوت كولينير. فهمنا يا شباب؟ فعايز حضرتك بعد اذنك تفهم الكلام ده. نيجي اللي بعده، السؤال اللي بعده، بص هنا كده مدي لحضرتك بوينت A بوينت B بوينت C، بروف ذات ذا ترينجل اي بي سي از رايت انجل ترينجل ات بي. ده احنا كنا بنحلها بطريقه الديستنس المساله دي. طب هنا يا مستر لما اجي احلها وتجيلي في الامتحان احلها بالسلوب، نصيحه مني لا لا يا مستر، عشان يا حبيبي ساعات بيجي يطلب منك اند فايند اتس اريا، طالما طلب الاريا يبقى بحتاج احسب اللينس البيز والهايت، هاف تايمز بيز تايمز هايت، طول البيز كام، فكده كده هحسب البيز والهايت، يبقى ما اشتغلها لينس من الاول واخلص. مسائل الكولينير اشتغلها سلوب، مسائل الحاجات اللي هي بقى الباريلوجرام والرومبس والريكتانجل اشتغلها ديستانس، خدها من المستر كده نصيحه، انا هقولها لك بتعملها ازاي بالسلوب، بس نصيحه اعملها بالديستانس. ليه؟ عشان لو طلب طول الدياجونال، طلب منك تحسب الاريا، طلب منك بريمتر، يطلب اي حاجه. فهمت كده؟ السلوب ما بيدينيش طول، بيديني ميل، والميل ده ما اقدرش احسب بيه اريا، احسب اريا ازاي؟ ماشي. طيب يبقى انا عندي رايت انجل ترينجل ات بي، اهو ادي الاي وادي السي، ماشي، البي هي الرايت انجل،
بيقول لي اثبت لي ان هو رايت انجل ترينجل. ماشي يا مستر، بص بقى معايا كده، البوينت ايه كام وكام؟ مش هي نيجاتيف 1 كوما نيجاتيف 1؟ ماشي. والبوينت بي 2 كوما 3، والبوينت سي 6 كوما 0. بيقول لي اثبت لي ان ده رايت انجل ترينجل. في الديستانس افكرك كده احنا كنا بنعمل ايه، كنت بتحسب الاي بي وبتحسب البي سي وبتحسب الاي سي بطريق برول الروت، صح؟ تعمل روت وتشتغل، بعدين بتمسك الكبير تعمله سكويرد، والاثنين الصغيرين ده سكويرد بلس ده سكويرد، وهيطلع ان اللي لوحده باور 2 قدهم هما الاثنين بلس بعض، يبقى ذرفور رايت انجل تراينج. ماشي. امال بقى يا مستر السلوب بحل ازاي؟ بص معايا كده، انت تلاقيك حتى لقطت حاجه كده، السلوب بتاع الاي بي والبي سي مالهم؟ بيربنديكولار يا اخويا. اه يبقوا متشقلبين ومعكوسين العلامه، ده وده. اه ده دول يا مستر، بص واحد هنا واحد هنا. اه يبقى تقوم حاسب لي ايه؟ هتحسب لي السلوب اوف الاي بي، وهتحسب لي السلوب اوف البي سي، هتلاقي واحد منهم معكوس ومتشقلب العلامه. بص كده، ايه السلوب بتاع الاي بي؟ هعمل واي ماينس واي 3 ماينس نيجاتيف 1 اوفر 2 ماينس نيجاتيف 1 2 ماينس نيجاتيف 1 ماينس ماينس يعني بلس، ماينس ماينس يعني بلس، 3 بلس 1 بكام؟ ب 4، على 2 بلس 1 بكام؟ ب 3. ادي اول واحد. عارف تاني واحد هيطلع بكام؟ نيجاتيف 3 على 4، لازم عشان بيربنديكولار، والا تبقى المساله غلط. طب تعالى كده نمسك نحسب تاني واحد، ايه السلوب بتاع البي سي؟ خلي بالك انا البي هي الرايت انجل، ماليش دعوه بالاي سي خالص. ايه السلوب بتاع البي سي؟ اهو هعمل ايه يا مستر؟ تيجي نعمل 0 ماينس 3 اهو على 6 ماينس 2. 0 ماينس 3 بكام؟ نيجاتيف 3. 6 ماينس 2 بكام؟ ب 4. ايه ده؟ بص ده كده وده متشقلب ومعكوس له العلامه ولا لا؟ اه. اقوم قايل له ايه بقى؟ قايل له سينس ان الام 1 تايمز الام 2 ايكوال نيجاتيف 1، طبعا كان لازم اسمي ده ام 1 عشان لما اقول له ام 1 يبقى عارف ايه الام 1، ولما اقول له ام 2 فاسمي ده ام 1 وده ام 2. اهو اقول له سينس ان الام 1 تايمز ام 2 ايكوال نيجاتيف 1، اقول له ذيرفور الايه بقى؟ ترينجل اي بي سي از ايه بقى؟ از رايت انجل ترينجل، رايت انجل ترينجل. طب هنا يا مستر رايت انجل ترينجل ات ايه؟ ات بي، عشان البي هي المشتركه، صح؟ ات بي. فهمنا يا شباب كده الموضوع عباره عن ايه؟ يوزنج ذا سلوب، هو هنا محدد لي ان ال A وال B وال C وال D are the vertices of a rectangle. بص بقى عشان اثبت ان ده rectangle، احنا كنا قلنا في طريقة ال distance كنا بنعمل ايه؟ كنت بحسب ال AB وال BC وال CD وال AD او ال DA، وبحسب ال diagonal، طول ال diagonal وطول ال diagonal بيطلعوا قد بعض. في ال rectangle بقى اسهل، مش هعمل الكلام ده كله، عارف اعمل ايه؟ في طريقة السلوب هحسب السلوب of ال AB، ماشي، وهحسب السلوب اوف البي دي كله، ايه سوري، البي سي، اي بي والبي سي، والسلوب اوف السي دي، والسلوب اوف الاي دي. تقول لي ماشي يا مستر ما انت حسبت كل حاجه، اقول له يا عم استنى انا تقريبا خلاص المساله. بص كده، لما اجي احسب السلوب بتاع الاي بي هلاقيه قد السي دي، ده كلام مظبوط. لما اجي احسب السلوب بتاع البي سي هلاقيه قد السلوب بتاع الاي دي. والمفاجاه المفاجاه بالنسبة للـ AB والـ AD هلاقيهم إيه؟ perpendicular، متشقلبين ومعكوس لهم العلامة. ده مش بس ده، الاتنين بقى اللي جنب بعض هيطلعوا متشقلبين ومعكوس لهم العلامة، يبقى rectangle. آه يعني أنا مش هحسب diagonal ولا هحسب نيلة، ده أنا كل اللي هعمله يا مستر هلاقي إن كل اتنين جنب بعض perpendicular. طب تعالى كده أما نشوف، يلا احسب السلوب بتاع الـ AB. هعمل إيه؟ 1 minus 3 على 5 minus negative 1. 5 ماينس نيجاتيف 1 يعني بلس، ها؟ يعني هنا 6 وهنا نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 على 6 بنيجاتيف 1 على 3. تعالى كده نحسب السلوب بتاع البي سي، بص كده السلوب بتاع البي سي 4 ماينس 1 على 6 ماينس 5 يطلع ب 3، متشقلب ومعكوس له العلامه ولا لا؟ نيجاتيف 1 على 3 شقلبه، شقلبه يطلع ايه؟ 3 على 1 وشيل النيجاتيف، اه يعني ب 3. شفت بقى المفاجأة؟ اه يبقى الاثنين دول بيربنديكولار. طب تعالى نحسب السي دي هيطلع بكام يا ولا؟ بنيجاتيف 1 على 3، ونحسب اخر واحد هيطلع بكام؟ ب 3. فهمت بقى الموضوع عباره عن ايه؟ يبقى انا ولا هحسب دايجونال ولا حاجه، ده انا هحسب عن طريق السلوب. طب ليه يا مستر ما نحلش بيها؟ انت بتقول لنا في الامتحان لو طلب حل بيها، وغالبا عمره ما بيحدد، بس لو طلب اوكي. طب لو ما طلبش حل بالديستنس ليه؟ افرض طلب منك الاريا، ماشي كده خلاص الموضوع خلص. فكده كده لو طلب الاريا بتبتدي تحسب الطول وتحسب الطول، ماشي. طيب السي دي يا مستر هنعمل ايه؟ 4 ماينس 6 على 6 ماينس 0
يعني يطلع بنيجاتيف 2 على 6 يعني نيجاتيف 1 على 3. اخر واحده الاي دي، ادي الاي والدي، هنعمل 6 ماينس 3. عملت ال 6 ماينس 3 على 0 ماينس نيجاتيف 1 اللي هي 0 بلس 1، يعني يطلع الاجابه ب 3. بص بقى، طلع ده قد ده وطلع ده قد ده. تقوم قايل لي ايه؟ قايل لي سنس اول حاجه ان السلوب، هقعد اكتب سنس حاجات كتير بقى، ان السلوب اوف الاي بي ايكوال السلوب اوف السي دي. استنتج من كده كوما كمان، تعالى ما نكتبه له بالمره، والسلوب اوف البي سي ايكوال السلوب اوف الاي دي. استنتج من كده ايه؟ ظرف 4، اول حاجه الاي بي بارلل للسي دي كوما، والبي سي بارلل للاي دي. دي اول معلومه. تاني معلومه تقوم قايل له ايه بقى؟ سينس ان السلوب اوف الاي بي تايمز السلوب اوف البي سي ايكوال نيجاتيف 1، تقول له ظرف 4 الاي بي is perpendicular to مثلا to ايه؟ انا قلت لا، انا ال اي بي perpendicular للسلوب اوف اي دي، ها يعني دول اللي perpendicular على بعض، يبقى ال اي بي perpendicular to اي دي اهو. باراليلوجرام عنده رايت انجل، يبقى زر 4 الفيجر ده ماله؟ زر 4 بقى تكتبها له تحت بقى ان اي بي سي دي از ريكتانجل. فهمنا يا شباب كده؟ طبعا معلش بعتذر ان هي مزنقه شويه كده، ولكن ايه، اتمنى يعني انكم تكونوا فاهمين الكلام ده. طب نيجي للرومبس. الرومبس بقى يا مستر هنعمل ايه؟ الرومبس كانت سهله قوي في الديستانس، كنت بحسب اطوالهم كلهم بيطلعوا قد بعض صح في الديستانس، انما في السلوب طبعا اطوالهم مش هيطلعوا قد بعض ازاي؟ ده بارلل ده وده بارلل ده، صح؟ ماشي. طب بعدين هعمل ايه يا مستر؟ والاتنين اللي جنب بعض مش بيربنديكولر، لا احسب ايه بقى؟ هحسب السلوب بتاع الدايجونال اي سي واحسب السلوب بتاع الدايجونال بي دي، هتلاقيهم ايه؟ متشقلبين ومعكوس لهم العلامه. يعني انا هحسب السلوب للاربعه، السلوب بتاع الاي بي والبي سي والسي دي والدي اي، بعدين احسب السلوب بتاع الدايجونال والسلوب بتاع الدايجونال، هلاقيهم كمان مالهم؟ عاملين رايت انجل. طبعا انت تحسبها، انا مش هقعد اضيع وقت فيها دي، ماشي؟ ونصيحه ما تعملهاش كده، ما تعملهاش بالسلوب اصلا. طب السكوير، بص بقى السكوير هتعمل ايه في السكوير. اولا السكوير هتحسب السلوب بتاع الاي بي والسلوب بتاع السي دي، هتلاقيهم بارلل، السلوب بتاع ده والسلوب بتاع ده هتلاقيهم بارلل، كمان هتلاقي ان دول بيربنديكولار اللي جنب بعض. لحد دلوقتي هو كده ريكتانجل صح؟ ما هو زيه زي الريكتانجل، كل اتنين قدام بعض بارلل وكل اتنين قدام بعض بارلل واللي جنب بعض عم بيربنديكولار. طب ازاي يبقى سكوير؟ هحسب الدايجونال ده، السلوب بتاع الدايجونال ده والسلوب بتاع الدايجونال ده، هلاقيهم هما كمان ايه؟ بيربنديكولار. في الريكتانجل الدايجونالز مش بيربنديكولار، انما في السكوير هزود كمان الدايجونال، فطبعا طويله جدا. ماشي يا شباب؟ فانا شايف احسن لما تجيلك مساله زي دي حل ديستانس تحسبا لو طلب قري. نيجي بقى لاخر حاجه. ساعات يا اولاد اخر حاجه الى جانب بقى، هرجع بعد كده المسائل اللي تشوز اللي انا قلت لكم بيها، معلش عشان الصفحه اللي ضايعه من عندي. ماشي؟ نيجي بقى لمسائل الترابيزيوم. ساعات يقول لي اثبت لي ان الفيجر ده ترابيزيوم. عشان تثبت ان الفيجر ده ترابيزيوم ما قدامكش ولا طريقه غير السلوب، لان الديستانس ما اقدرش اثبت فيها حاجه. هو ايه اللي بيميز الترابيزيوم اصلا؟ اللي بيميز الترابيزيوم ان عنده اتنين سايدز بارلل، معنى كلمه ترابيزيوم ان في اتنين بارلل لبعض بس، هو ده اللي بيميزه. تقول لي يعني بس كده؟ هو ده الحاجه الوحيده اللي بتميز الترابيزيوم، ملوش علاقه بالديستانس، ما هو طول ده مش قد طول ده، ملوش اي علاقه. تقول لي طب اعمل ايه يا مستر؟ تعالى كده اما نشوف مسالتنا. ادي A B C D، ماشي، مديك حضرتك ال A B parallel C D، ماشي، ومديك بوينت A 9, negative 2، بوينت B 3, 2، بوينت C مش مديها لك، بيقول لك X ونيجاتيف X، بوينت D 4, negative 3، ماشي. بيقول لك عايز اعرف بوينت C بكام؟ تقول لي ماشي، مش هما يا مستر دول parallel؟ يعني السلوب بتاع الاي بي هو السلوب بتاع السي دي، هجيب السلوب اوف اي بي اهو، سلوب اوف اي بي اهو ايكوال ايه يا مستر؟ يلا 2 ماينس نيجاتيف 2، 2 ماينس نيجاتيف يعني 2 بلس 2 يعني صح؟ 2 ماينس على 3 ماينس 9 يطلع بكام يا مستر؟ يطلع ب 4 على نيجاتيف 6، اعمل ديفايد 2 ديفايد 2 تطلع بنيجاتيف 2 على 3 اهو، ده السلوب بتاعنا. اكيد السلوب بتاع الدي سي برضه بكام؟ لازم يطلع بنيجاتيف 2 على 3، يعني السلوب اوف السي دي لازم يطلع بنفس الرقم. طب ما تيجي نحسبه كده هنا، هعمل ايه بقى؟ بص هعمل ايه؟ نيجاتيف اكس ماينس نيجاتيف 3 يعني بلس 3 على اكس ماينس 4،
المفروض الكلام ده بقى المفروض اقول له وسنس ان الاي بي بارل تو سي دي، فاقوم ماسك النيجاتيف اكس ماينس 3 سوري بلس 3 على اكس ماينس 4 اساويها بكام؟ نيجاتيف 2 على 3. طب وبعدين يا مستر كروس مالتيبليكيشن يا حبيبي؟ اه هعمل ال 3 تايمز البراكت اللي اسمه نيجاتيف اكس بلس 3 اقول ايكوال نيجاتيف 2 تايمز البراكت اللي اسمه اكس ماينس 4. يلا دخل ديستريبيوشن، ده تايمز ده نيجاتيف 3 اكس، ده تايمز ده بلس 9 ايكوال، ده تايمز ده نيجاتيف 2 اكس، ده تايمز ده نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف 8. جمع لي الاكسات في ناحيه والارقام في ناحيه، تيجي نودي النيجاتيف 3 اكس دي ارميها هناك، نيجاتيف 2 اكس بلس 3 اكس يطلع لي اكس واحده، تمام كده. اخد ال 8 دي ارميها هنا، 9 ماينس 8 تطلع الاكس ب 1. اه يعني النقطه دي كام وكام بقى؟ مش الاكس ب 1، النقطه دي 1. طب والنقطه دي نيجاتيف اكس يعني نيجاتيف 1. اه يعني لو هو عايز بوينت سي، ما انا طلعت الاكس ب 1 يبقى دي 1 ونيجاتيف 1. تمام يا شباب، اتمنى ان دي تكون واضحه. نيجي لمساله كمان، بيقول لي بروف ذات ان A و B و C are the vertices of a triangle. يعني ايه vertices of a triangle؟ يعني معنى كده ان هم مش كولينير، قلناها قبل كده دي. عايز تثبتها بالديستانس اوكي، عايز تثبتها نصيحه اثبتها بالسلوب. ماشي، هلاقي السلوب بتاع ال AB مش هو السلوب بتاع ال BC، يبقى على طول ان هم نوت كولينير. بعدين بيقول لك اند اف بوينت دي از كذا بروف ذات ان الفيجر ده ترابيزويد، اثبت لي ان ده ترابيزيوم، وبعد كده هات لي الريشيو بتوين الاي دي والبي سي. اه عشان اثبت ان هو ترابيزيوم، عشان اثبت ان هو ترابيزيوم ما قداميش غير طريقه الاسلوب. انا مش هحل اول جزء بقى، انت عارف خلاص هتعمل ايه، كده كده هحسبها. يعني احنا هنحسب الاي بي وهنحسب البي سي، يعني لا انا هعملها، يلا خلاص ماشي. ادي يا مستر الاي وادي البي وادي السي وادي الدي، ما كده كده هيتعملوا. يعني انا لما جيت ابص قلت مش هعملها، لقيتها كده كده هتتعمل. طيب هنعمل السلوب اوف الاي بي، هلاقي اكيد في اتنين هيطلعوا قد بعض. وعلى فكره ممكن رسمتي تبقى غلط، ممكن الاي كان هو اللي يبقى هنا والبي يبقى هنا والسي يبقى هنا والدي يبقى هنا، فما اعرفش انهي اتنين اللي بارل بعض. هنا ممكن يبقى الاي دي هو اللي بارل البي سي. انا هشوف، هغير رسمتي بناء على الارقام اللي هتطلع لي، انت فاهم كده؟ ماشي. السلوب بتاع الاي بي عباره عن ايه؟ 0 ماينس 3 على 7 ماينس 4 يطلع بكام يا احلى الناس؟ نيجاتيف 3 على 3 يطلع بنيجاتيف 1. طب السلوب اوف البي سي يطلع بكام؟ يلا نيجاتيف 2 ماينس 0 على 1 ماينس 7 يطلع الكلام ده معايا بنيجاتيف 2 على نيجاتيف 6 يعني بثيرد. طب السلوب على فكره انا هنا بقى اقول له ايه؟ ذيرفور A و B و C are not collinear أو the vertices of a triangle، تمام؟ إن هما not collinear. ماشي، هكمل بقى. الـ slope بتاع الـ CD equal AB والـ BC والـ CD. يلا، الـ C والـ D هنعمل إيه يا أولاد؟ negative 2 minus 2 أو C والـ D negative 2 minus 2 على 1 minus 1. نقول له يطلع بكام؟ إيه ده؟ ده يطلع undefined. عادي يعني، خط parallel y axis، حاجة over 0. طب نحسب اخر واحد على امل انه يطلع لي قد واحد من دول. السلوب اوف الاي دي على الله بقى انت تيجي فيك انت بقى، ايه السلوب بتاع الاي دي؟ هعمل 3 ماينس 2 اهو 3 ماينس 2 على 4 ماينس 1 يطلع بكام يا مستر؟ 1 على 3. الله اكبر، انهي اتنين بقى اللي بارل لبعض؟ البي سي والاي دي. تعالى بقى اما نسميه كده، يبقى انا عايز مثلا يبقى هنا اي بي سي اند دي، كده الاي دي اهو بارلل للبي سي، يبقى انا كده حل صح. تمام يا مستر، فهمت بقى الموضوع عباره عن ايه؟ طلع اتنين قد بعض. طب ودول انا مالي في اي ده؟ واحد خط بارلل للواي اكسس، واحد مايل متنيل برقم تاني بنيجاتيف 1، انا مالي؟ شكل ترابيزيا معين، اهم حاجه في اتنين بارلل. يبقى زرفور اقول له زرفور، اقول له بقى سنس الاول ان السلوب اوف الاي دي ايكوال السلوب اوف البي سي، استنتج من كده زرفور ال AD parallel لل BC، يبقى زرفور الفيجر اللي اسمه ABCD is trapezoid أو trapezium. تمام يا مستر. طب بص تاني واحدة بقى، ده بيجبرك الرخم انك تحل بالديستانس. بيقول لك ايه؟ and find the ratio between AD و BC، الريشيو ما بينهم ايه؟ اه ده محتاجني احسب طول ال AD وطول ال BC، ملهاش علاقة يا مستر ملهاش علاقة بالسلوب، ده ليها علاقة بالديستانس. طب وانا احسبها ازاي دي؟ تمسك لي بقى حضرتك، تمسح الكلام الجميل ده، طبعا معلش انا همسحه، انت المفروض ايه تكمل عليه يعني. اهو انا بقى هقوم عامل ايه؟ هحسب بالديستانس، هحسب طول الاي دي بالروت.
اهو روت طوله، واحسب طول البي سي بالروت اهو، طول الاي دي ادي النقطة ايه، ودي بنعمل ايه 4 minus 1 بار 2، الرقمين الاكس minus الاكس والواي minus الواي، وما بتفرقش انهي الاول صح، لانه بلس 3 minus 2 سكويرد. نحسب الكلام ده هيطلع معايا بكام؟ اظن يا شباب هيطلع معايا بروت 10 غالبا، اه روت 10. نحسب تاني واحدة اهو، البي ال احنا قلنا الاي دي والبي سي مظبوط، ما لان دول البارلل صح. يلا البي سي اللي هم انهي اتنين بقى، هنعمل ايه، هنعمل 7 minus 1 باور 2 بلس 0 minus negative 2 اللي هي 0 plus 2 squared، ونحسب الكلام ده المفروض يطلع لك 2 root 10 length unit length unit. يبقى الريشيو ما بينهم يعني ايه ريشيو، يعني عملتهم divided، يعني اي دي على بي سي equal ايه root 10 على 2 root 10، يبقى الريشيو ما بينهم كام تو كام، 1 over 2 يعني الريشيو 1 to 2، ادي الريشيو. فهمت الموضوع يا ابني عبارة عن ايه؟ اتمنى كده يا شباب ان ده يكون ايه، يكون واضح لحضركم لحضراتكم، انا شايف الدنيا سهله ماشي كده. نيجي بقى لشويه مسائل اللي انا وعدتكم بيها، معلش عشان الصفحه اللي انا قلت لكم او الصفحتين اللي مش موجودين عندي، تعالى كده نمسك بقى شويه مسائل تشوز، انا جبتهم من بوكلت عندنا كده، اتمنى يعني ان يكون شبه بالظبط الحاجات اللي عندكم. هنا بيقول لي ذا سلوب اوف ا ستريت لاين بارلل للاكس اكسس، اي خط بارلل للاكس اكسس السلوب بتاعه بكام؟ زيرو. ذا سلوب اوف ا ستريت لاين ويتش ميكس ان انجل اوف 45، اعمل تان ال 45 يطلع بكام؟ تان بون، حفظناها بقى. ذا سلوب اوف ا ستريت لاين بارلل لخط بيعدي بالنقطتين دول، تقول لي ماشي هحسب السلوب بتاع ده واقول التاني قده، يعني هعمل ايه يا شباب؟ السلوب بتاع 1 minus 3 لو ابتديت بال 1 نيجاتيف 2 minus 2، يعني تطلع نيجاتيف 2 على نيجاتيف 4، يعني السلوب بكام؟ بهاف. نيجي اللي بعده، if the slope of a straight line is more than zero، لو السلوب خلي بالك بقى اكبر من الزيرو، يعني رقم بوزيتيف، then the type رقم بوزيتيف يعني السلوب طالع، بيقول لي نوع الانجل اللي بعملها مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، قلت مالها؟ اكيوت انجل، اكيوت انجل، تمام كده؟ ماشي. اللي بعده، if m1 is the slope of L1 و M2 is the slope of L2 then و L1 parallel لل L2 والخطين parallel، مش معنى كده يبقى ال M1 equal M2؟ مظبوط، الاتنين parallel عشان parallel. طب لو قال لي perpendicular يبقى M1 times M2 equal negative 1، ماشي. وعلى فكرة السؤال ده كان موجود عندكم في اللي تشوز بس ما ادهلكش ولا واحدة في الاختيارات لو انا فاكر صح. بص كان قايل لك ايه، M1 minus M2 equal 0، يعني ودي ال M2 هناك يعني، يبقى M1 equal M2، هتلاقي السؤال ده عندك لو أنا فاكر صح، يعني لو أنا فاكر صح أظن السؤال ده كان موجود بالطريقة دي، ماشي. فهتختار M1 minus M2، ماشي. طب نيجي اللي بعده، if M1 و M2 are the slopes of two straight lines L1 و L2 and M1 minus M2 equal 0 لسه قايل يعني إيه M1 minus M2 equal 0، ودي ال M2 هناك كده يطلع M1 على M2 يعني equal M2، يعني السلوب بتاعهم قد بعض يبقوا parallel، يعني نفس السؤال بس بطريقة مختلفة. هنا بيقول لي if M1 و M2 are the two slopes of two perpendicular line يبقى M1 times M2 negative 1. اللي بعده M1 و M2 are the slopes of two perpendicular line، M1 times M2 ايه يا عم ده؟ negative 1 يعني، ما خلاص بقى. ماشي. نيجي اللي بعده، بيقول لي ايه the two straight lines whose slopes are 3 over 5 و negative 5 على 3، تشقلب وعكس العلامة مالهم؟ perpendicular. اللي بعده two parallel straight lines اللي السلوب بتاعهم M1 و M2، خلي بالك 2 ايه parallel، لو واحد منهم بنيجاتيف 1 على 3 يبقى التاني برضو بكام؟ نيجاتيف 1 على 3، ما هم parallel. if M1 و M2 are the slopes، السؤال ده موجود عندكم في كتاب المعاصر، are the slopes of two perpendicular straight line M1 ب 0.75، خلي بالك 0.75 لو كتبتها على الكالكوليتور هتطلع لك 3 على 4، يبقى ال M2 بكام وهم perpendicular؟ هشقلب واعكس العلامه، نيجاتيف 4 على 3، تمام. هنا بيقول لي ان السلوبس ان الاثنين دول سلوبس بتوع تو بارلل ستريت لاينز، يعني ايه بارلل؟ يعني ايكوال، حط كده علامه ايكوال ما بينهم، اه وهات الكي كروس مالتيبليكيشن 2 تايمز نيجاتيف 2 ديفايدد 4 يطلع نيجاتيف 4 على 3، السؤال ده برضو موجود عندك. هنا بيقول لي ان الاثنين دول بارلل، حط ايكوال ما بينهم، بارلل يعني ايكوال. طب لو قال لي بيربنديكولار، شقلب تاني واحد ده واعكس علامته وحط ايكوال برضو. هنا بقى بارل عادي احط ايكوال خلاص ما بينهم، اجيب الكي ازاي؟ 3 تايمز نيجاتيف 2 ديفايدد 7 يطلع نيجاتيف 6 على 7. نيجي اللي بعده، سؤال نمبر 14 بيقول لي ان دول ار 2 بارل، حط ايكوال ما بينهم، ده تايمز ده ديفايدد ده، ونحسب الكلام ده هيطلع بنيجاتيف 4.
الاتنين دول بارلل، لو السلوب بتاع الاي بي بتو على 3 يبقى السي دي بكام؟ 2 على 3. الاتنين دول بارلل، لو السلوب بتاع الاي بي 4 يبقى السلوب بتاع السي دي بكام؟ ب4. الاتنين دول بارلل، لو واحد بنيجاتيف 3 على 2 يبقى التاني بكام؟ بنيجاتيف 3 على 2. ما خلاص يا مستر بقى، هنا الاتنين دول بارلل، لو واحد ب0.75 يبقى التاني بكام؟ ب0.75. اللي مش موجودة في الاختيارات يا حبيبي، ما هي 3 على 4. اللي بعده هنا تقول لها مستر الاي بي بارلل للاكس اكسس، يعني ايه بارلل للاكس اكسس؟ يعني السلوب بزيرو. ماشي، هات السلوب يا مستر. ها هنعمل كي ماينس نيجاتيف 5 ماينس ماينس يعني بلس على 4 ماينس 2. تقول لي السلوب بزيرو، او قلنا اللي فوق على طول بزيرو عشان زيرو اوفر اي حاجه يديني زيرو، يبقى الكي بكام؟ نيجاتيف 5. هنا بارلل للاكس اكسس، بارلل للاكس اكسس يعني السلوب بزيرو. خلي بالك بقى، هعمل كي ماينس 3، ابتديت بالكي دايما قلت كده، على 2 ماينس 8، يبقى الكي بكام؟ لازم اللي فوق يبقى بزيرو عشان السلوب يبقى زيرو اوفر حاجه، صح؟ يطلع لي زيرو، يبقى 3. ودايما بص نقول للطالب ايه، طالما الاثنين بارلل الاكس اكسس، لو كي هنا ب3، بص خد نفس الرقم اللي هنا عشان يبقى 3 ماينس 3 وراح دماغك. فبص كده بيقول لي بارلل الاكس اكسس، هنا كي، هنا نيجاتيف 3، يبقى اكيد بنيجاتيف 3. شكرا. بص بقى هنا بيقول لي دول بيربنديكولار، السلوب بتاع الاي بي بهاف، يبقى السي دي بكام؟ بشقلب واعكس العلامه، شقلب واعكس العلامه، نيجاتيف 2 على 1 اللي هي نيجاتيف 2. بيربنديكولار اعمل ايه؟ شقلب 3 على 2 واقلب العلامه، شيل النيجاتيف خليها بلس، يبقى بوزيتيف 3 على 2 عشان هي اصلا فيها نيجاتيف، هشيل النيجاتيف واقلب العلامه. ماشي يا شباب. اللي بعده بيربنديكولار، ده ب2 على 3، شقلب واعكس العلامه، يعني 3 على 2 حط له نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 3 على 2. الستريت لاين اللي بيعمل انجل وذ ذا بوزيتيف دايركشن ب45، الاسلوب بتاعه بكام؟ تاني ال 45 1. هنا بيقول لي اف ذا ستريت لاين اللي بيعدي بالنقطتين دول بيربنديكولار للي بيعمل انجل ب45، طب هو اللي بيعمل انجل ب45 ده بكام؟ الاسلوب بتاعه ب1. ايه البربنديكولار اللي عليه؟ نيجاتيف 1. هساوي بقى الاسلوب اللي انا هجيبه ده بنيجاتيف 1. يبقى هعمل 4 ماينس 0 على 0 ماينس a. 4 ماينس 0 بكام؟ ب4. 0 ماينس a بنيجاتيف a. واحد يقول لي انت كنت قلت لنا نعمل 0 ماينس 4 وايه؟ ماشي، مش هتفرق، مش هتفرق، اعمل بقى كروس مالتبليكيشن، ولا تعالى نعمل زي ما انا قلت لك، خلينا خلاص ما دام قلنا على حاجه نعمل زي ما انا قلت لك. يبقى قلنا ما دام الايه هنا خلاص، هعمل 0 ماينس 4 على a ماينس 0، شيل الماينس 0 دي ملهاش لازمه، و0 ماينس 4 بنيجاتيف 4. يلا كروس مالتبليكيشن، هات الايه، نيجاتيف 4 تايمز 1 اوفر نيجاتيف 1، يطلع الاجابه ب4. هتطلع نفس الحل لو عملت الطريقه الثانيه. اللي بعده بيقول لي ستريت لاين اللي بيعدي بالنقطتين دول اتس سلوب از تان 45، تان ال 45 1. ايه السلوب بتاع ده؟ اعمل واي ماينس 4 على 1 ماينس 3. 1 ماينس 3 اقدر اكتب مكانها تحت نيجاتيف 2. اعمل كروس مالتبليكيشن، اعمل، يبقى الواي ماينس 4 دي على بعض بكام؟ هنعمل نيجاتيف 2 تايمز 1 على 1 يطلع نيجاتيف 2، ودي ال 4 هناك تطلع الواي بكام؟ نيجاتيف 2 بلس 4 يطلع الواي ب 2. شكرا، خلصت المساله دي. ماشي يا شباب، هل في حاجه تاني؟ في حاجه تاني الحمد لله، خير ربنا كتير اهو. ذا ستريت لاين ويتش ميكس وذ ذا بوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس انجل ب 45، تاني السؤال ده، تاني ال 45 1. ماشي، ذا ستريت لاين باسس ثرو النقطه دي ودي بيربنديكولار اللي بيعمل انجل، لسه حلينها، قلنا كانت طلعت الانجل بفور، هي هي الستريت لاين اللي بيعدي. يا سلام، ده احنا لسه حلينها، كانت طلعت بكام دي؟ انا نسيت، كنا لسه حلينها، قلنا ال 1045 يعني السلوب بتاعها ب 1، وقلنا دي واي ماينس 4 على 1 ماينس 3 اللي هي نيجاتيف 2، كنا عملناها طلعت بكام يا شباب؟ كانت طلعت ب 2، لسه حلينها حالا. الستريت لاين بص بقى اللي بيقول لي ذا لينس اوف ذا، ده بيقول لي الطول، لينس اللاين سيجمنت اللي مرسوم من النقطه دي لدي، طول يعني ديستانس يعني روت، صح؟ فدي طبعا يعني ايه، مساله ما علي قبل كده، هعمل ايه ديستانس، بنعمل ايه 0 ماينس نيجاتيف 4 يعني 0 بلس 4 اول باور 2 بلس 0 ماينس 3 باور 2 تطلع ب 5. ده سؤال على الديستانس. هنا بيقول لي ذا ديستانس بتوين التو بوينتس دول، تعمل روت، نعمل ايه جوه الروت بقى؟ 5 ماينس 0 اول باور 2 بلس 0 ماينس نيجاتيف 12 اول باور 2. واحد يقول لها مستر انا مش فاكر الحاجات دي، معلش مع المراجعه هتلاقي نفسك افتكرت، يطلع الاجابه بكام؟ ب13. هل في حاجه تاني كده عندنا ولا مفيش؟ لا خلاص كده تمام يا شباب، هرجع كده بقى عشان ما ابقاش سودت عليكم كده. ده كده يا ولاد كان يعتبر درس النهارده، اتمنى ان احنا نكون
وفينا الدرس ده حقه، لان انا هحتاج الدرس ده جدا جدا في الليسون الجاي. انت هتلاقيني كل كلامي في الليسون الجاي عمال بتكلم على الاسلوب، هناخد طريقتين كمان احسب بيهم الاسلوب. يبقى انت كده هيبقى عندك، شوف كام طريقة، عندك 4. انت متخيل بقى تحسب كل شغلنا في الايكويشن معتمد على الاسلوب. تمام يا شباب، اتمنى ان احنا نكون استفدنا حاجة من الكلام ده. اي حد عنده اي اسئلة او اي استفسارات يا ريت يبعتها لي. مرسي يا شباب، واشوف حضراتكم ان شاء الله في فيديو تاني. شكرا.